تمام، بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم إن شاء الله راح نشرح ثالث محاضرات الباثولوجي اللي هي Valvular Heart Disease and Endocarditis. Valvular Heart Disease راح نحكي عن الديزيز اللي بتصيب الفالف اللي هي الصمامات اللي بتخلي البلد يتحرك في اتجاه واحد، وهذا الإشي الطبيعي والمنطقي لأنه ممنوع الهارت الدم عفوا يتحرك في أكثر من جهة أو يرجع رجوع، لازم يمشي in one direction. والإندوكارديتس اللي هي inflammation of the endocardium layer of the cardiac muscle، وهون رح نحكي عن نوعين من الإنفلاميشن، inflammation بسبب bacterial infection وinflammation بسبب non-bacterial infection. فبسم الله نبدأ. بداية هذا الهارت وهذولا الفالفز الموجودة بالكارديك مصل، هون الترايكاسبيد الموجود بين الرايت والليفت رايت اتريوم والرايت فنتريكل، وهون الاورتيك فالف اللي بين الليفت فنتريكل والاورتا، وهون البالمونري فالف اللي بين الرايت فنتريكل والبالمونري ارتري، وهون عندي البايكاسبيد او الميترال فالف، وهذا رح يلاقينا كثير في المحاضرة لانه اكثر الفالف اللي بتصير فيه الديزيزز اللي هو بين الليفت اتريوم والليفت فنتريكل. تمام، هلا بداية valvular disease may result in stenosis, insufficiency or both. يعني لما احكي valve فيه disease واحدة من ثنتين، يا اما صاير فيه تضيق stenosis، تمام، او insufficiency او regurgitation او incompetence، كلهم يؤدوا لنفس المعنى اللي هو زي dilatation في الفالف بتخليه يتوسع. فانا لما احكي انه متوسع او هيك مرتخي بالتالي ما رح يسكر تماما، رح يضل جزء منه فاتح، رح يضل البلد بيقدر يرجع من هذا المكان، تمام. بينما الاستينوسيز اللي هو تضيق بالتالي هو ما بيقدر يفتح على الأخير 100%، بالتالي البلد اللي لازم يطلع منه ما رح يطلع كلياته لأنه المكان المسموح منه يطلع أو اللومن أو المجرى خلينا نحكي ضاق عليه، تمام. فهو يا إما استينوسيز يا إما regurgitation، خلينا نعتمد regurgitation بدل insufficiency و incompetence لأنه هو الأكثر شيوعا يعني استعمالها، تمام، أو both، يعني الفالف يا بيكون في stenosis يا insufficiency يا إما ثنتا مع بعض. لا إله إلا الله، stenosis و insufficiency في آن معا؟ نعم. هون بيكون إنه صار فيه narrowing في الفالف نفسه وفي الستركتشر اللي داعميته أو في الكاسب بتاعته صار عندي regurgitation، فهو لا بيفتح بشكل كامل وإذا سكر بيضل فاتح، تمام. يعني اذا سكر ما مش اذا سكر بضل فاتح، انه اذا سكر ما بيسكر 100%. هلا اللي صاير فيه ستينوسيس هو ما بيفتح كامل لكن بيسكر كامل عادي، بالعكس بيسكر احسن من اول لانه صار فيه تضيق. بينما الانسفيشنسي هو ما بيسكر بشكل كامل لكن بيفتح بشكل كامل. هلا البوث هو لا بيفتح بشكل كامل ولا بيسكر بشكل كامل والدنيا عنده خربانه، تمام. هلا الستينوسيس او التضيق is the failure of the valve to open completely، الفالف ما عم يفتح كامل، بالتالي البلد اللي لازم يمر منه ما رح يقدر لأنه متضايق، المكان ضيق عليه، وأنا كالعادة قاعد بأشركه في إيدي وأنتم مش شايفيني، فتخيلوا منظري، تمام؟ فلهيك أنا الباب ما بكفي كل الدم، بالتالي في دم ما رح يطلع، بالتالي مثلاً إذا في الليفت أتريوم رح يضل في عندي دم، إذا صار عندي مشكلة بالميترال أو ستينوسيس بالميترال رح يضل عندي دم بالليفت أتريوم، فرح يرتفع الضغط بالليفت أتريوم عن الليفت فنتريكل، هذا رح نشوف، تمام. فلما يكون عندي failure to open completely رح يصير عندي obstructing للفورورد فلو، إنه البلد اللي لازم يمشي فورورد أو يطلع من الفالف رح يصير عندي obstruction للواي تاعته، الواي يعني إنه المجرى تاعه مدقر او ضيقان عليه، بالتالي مش كل البلد راح يطلع. So valvular، هلا الفالفولار استينوسيس كيف ممكن يصير؟ almost due to primary caspel abnormality. الكاسبل اللي هي الكاسب بتاعت الفالف، شايفين هاي بنسميها الليفلت او بنسميها الكاسب اللي هي الورقه بتاعت الفالف، تمام. فهنا بالستينوسيس بيكون عندي primary abnormality في الفالف نفسها، هاي المشكلة بتكون نتيجة مثلاً كالسيفيكيشن متكررة أو سكار فورميشن. هلا إحنا بنعرف الكارديك مصل ما بيصير فيها ريجنريشن أو ريمودلينج أو كذا، فأي مشكلة حتصير رح يصير عندي يا كالسيفيكيشن يا فايبروسيس يا أما سكار فورميشن، فهذا الفالف بضل يصير فيه سكار وكالسيفيكيشن، سكار 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 متكرر الإشي، لا هيك لما يوصل لحد إنه خلاص صار ترسب عليه كالسيفيكيشن وفايبروسيس فصار تف هيك وقاسي ومش قادر يتحرك اصلا، فبصير عندي ايش تضيق في هاي المساحه اللي لازم يطلع منها البلد. سو برايمري ابنورماليتي، لما احكي برايمري انه بالعضو نفسه او بالمكان نفسه اللي انا بحكي عنه، فانا هون بحكي عن فالف بالتالي
abnormal بالفالف نفسه. لما احكي secondary انه في عندي disease في مكان اخر نتائجها او الكومبليكيشن او الكونسيكونس تاعتها ادت لحدوث valvular stenosis. هون انا بحكي عن primary في الكاسبيد نفسها نتيجة chronic process. ايش هي chronic process؟ اما calcification متكررة بالفالف او scarring انه ضل سكار يروح يتكون اول سكار ثاني سكار ثالث سكار هيك لما صار عندي stenosis بالفالف. المرض الثاني اللي هو insufficiency او regurgitation. دقيقة علي شوي. انا اسفة هو انا بالعادة بسجل والعالة نايمة بس اليوم ما زبط. المهم فالinsufficiency او regurgitation بيكون عندي ارتخاء بالفالف فالفالف ما بسكر تماما او 100% بضل جزء من اللومن او المكان اللي بيمشي فيه البلد فاتح فبصير عندي باك فلو او البلد بيرجع للمكان اللي لازم يطلع منه. فمثلا انه هون الليفت اتريام وهون الليفت فنتريكل وهون عندي الميترال فالف المفروض الميترال فالف ينقل الدم من الليفت اتريام للليفت فنتريكل وانتهينا. لما يصير عندي دايليتيشن او انسفيشنسي او الريجارجيتيشن اللومن تاعه هلا هاي البايكاسبيد تمام وهذا الورقتين وهذا المكان اللي بيفتح منه فرح يصير هيك يسكر بدل ما يسكر 100% هيك بيكون من هون مسكر مثلا بس من هون فاتح من هون فاتح فممكن دم يرجع من الليفت فنتريكل للليفت اتريوم فبصير عندي ارتفاع في الضغط هون ومشاكل هلا رح نشوفها تمام. So valvular insufficiency can result from either اما intrinsic او هون لما احكي intrinsic هي نفسها primary انه disease في الفالف نفسه زي الاندوكارديتس هلا رح ناخذها اللي هي الانفلاميشن في الاندوكارديوم لاير او ممكن يكون عندي disruption للsupporting structure. شو هي supporting structure؟ تعال نشوفها. لا هون الصورة شايفين هذا الليفت اتريوم وهذا الليفت فنتريكل وهذا الميترال فالف. هلا شو اللي مثبت لي الميترال فالف بيناتهم ومخليه مشدود ويفتح ويسكر وعين الله عليه؟ في عندي structure. اول اشي في عندنا الكوردي تندونيا او تندون هذول تندونز مثبتات الميترال والتندونز عادة بيكونوا مشبوكين في ايش؟ في مسل. وهون عندي بابيلاري مسل في عندي رايت وليفت بابيلاري مسلز شابكات وين؟ في الميترال فالف مثبتاته والمسل نفسها شابكة في الليفت فنتريكل وول. بالتالي الليفت فنتريكل وول والمسل والتندون جميعهن يشاركنا في دعامة الميترال فالف. سو اني ديفكت او مشكلة او ابنورمال في هذول الستركتشر تؤدي انهم يرتخوا او يضعفوا او يصير لهم رابتشر رح يأثر على الميترال ويخليه يصير عندي إيش؟ ريجارجيتيشن. يعني هم ارتخوا بطل مدعوم راح الواسطة تاعته اللي داعميته فإيش بصير؟ بيرتخي فبصير يفتح من هون يفتح من هون مش مشدود 100% فبصير إيش؟ باك فلو للبلد. هون نفس الإشي هاي الصورة هاي الميترال فالف هاي الكاسبيد يا جماعة هاي لما أحكي أنا كاسب هاي الكاسبيد أو الليفلت هاي التندون اللي مثبتاته وهاي المصل البابيلاري مصل وهاي الفنتريكل وول اللي مثبتات فيه. فلما يصير عندي ريجارجيتيشن اما انه هاي الليفلت بصير في عندي مشكله وهلا رح نشوف بالاندوكاردايتس انه بصير عندي مثلا ديستركشن لهاي الليفلت او الاستراكشر تاعتها بيخرب او بصير عندي ترسب لاشياء معينه والى اخره او انه هاي الاستراكشر واحده منهم بتخرب. So intrinsic disease حكينا في الفالف نفسه زي في حالات الاندوكارديتس او بصير عندي disruption للسبورتنج ستراكشر اللي شفناهم مثلا الاورطه. الاورطه انا بحكي عن الاورتيك فالف والاورتيك فالف مثبت في الاورطه فاذا الاورطه ضعف الاورتيك فالف رح يضعف. الميترال انيولس مش عارف اذا جبت لها صوره الميترال انيولس لا مش جايب لها. شايفين هذا الميترال فالف هذا الاشي اللي حواليه هاي الدائره هاي هالة زي عبارة عن fibrous tissue بنسميها الانيولا تاعت الميترال. هي موجودة في كل الفالف بس بالميترال فالف أكتر إشي وأكتر إشي بصير فيها مشاكل. يا جماعة الميترال فالف رح يكون صديقنا اليوم بالمحاضرة لأنه للأسف هو أكتر فالف بصير فيه مشاكل تمام. فهاي الانيولا برضو إذا صار في عندها defect هي كمان بتساعد في تثبيت الفالف فرح يصير عندي regurgitation أو tendinous cords. هدول الكوردز تندونز هذول بيصير لهم مشكله فبيرتخي الفالف او البابيلاري مسلز المسلز اللي شفناها اللي شابكه في التندونز او الفنتريكولار فري وول هذا الفري هذا شايفين هذا الفري انه اللي مش شابك فيه اذا ضعف راح كله راح يضعف لانه كله مشبوك في بعضه يعني تمام. So without primary caspal injury اما يعني حكينا انه الستينوسيس primary بالكاسبيد نفسها
الانسفيشنسي اما برايمري او سكندري، او هون ما بنسميها برايمري وسكندري، بنسميها انترنسيك وديستربشن، او اللي هي السكندري، يعني انه الدعامه الانترنسيك الفالف نفسها او الكاسب نفسها او الورايقات الفالف نفسه صار فيهم انجوري او مشكله معينه، او السبورتنج اللي دعماتها ادوا عندي لارتخاء. ات كان ابير ادرابيتلي انه فجاه المريض، يعني هلا الاستينوسز ممكن يكون كرونيك، انه كالسيفيكيشن ورا كالسيفيكيشن ورا كالسيفيكيشن، لما وصل لمرحله من الاستينوسز لا تطاق فصار عندي لا ضروره للريبليسمنت للفالف اكتشفناها. لكن هنا الانسفيشنسي ممكن هيك وممكن هيك. الادرابيتلي او اللي بنسميها انه سدن صار عندي فجاه ريجارجيتيشن نتيجه ايش؟ الكوردال رابتشر، شايفين هاي الكورد بصير فيها رابتشر. طب ما انا اللي مثبتك، اذا صار في رابتشر رح يصير عندي ايش؟ ريجارجيتيشن او انسفيشنسي، تمام؟ او انسيديسلي، انسيديسلي يعني بتكون جراديوال، يعني على مراحل بتصير، تمام؟ تمام. اذا appear adrobately انه فجاه بتصير مره واحده نتيجه انه الكوردال بصير لها رابتشر فبترتخي مره واحده. insidious اللي هي gradual يعني على مراحل، زي اذا صار عندي scarring في الليفلت او retraction، تمام، انه بصير عندي مشكله في الكاسبد نفسها، لكن هاي المشكله ما بتدمرها مره واحده، مره على مره مره على مره شوي شوي لما توصل فيها لمرحله انه صار فيها regurgitation ظاهر، تمام. هلا سواء stenosis or regurgitation may occur alone or together in the same valve. اذا من الاول حكينا انه الفالف يا بيكون فيه stenosis مش قادر يفتح على الاخير، او regurgitation مش قادر يسكر على الاخير، او الثنتين لا قادر يفتح 100% ولا قادر يسكر 100%، وهون بيكون الوضع واصل اعلى مراحل الدمار، تمام. هلا الفالفيلر ديزيز كان انفولف اونلي وان فالف، انه مثلا بس في المايترال او بس بالترايكاسبيد، او مور ذان وان فالف، انه المايترال والترايكاسبيد والبايكاسبيد مثلا، تمام. سو ذا مايترال فالف بينج ذا موست كومن تارجت، احنا حكيناها من اول محاضره، حكيت لكم المايترال فالف راح يكون صديقنا بهاي المحاضره، انه اكثر فالف بصير فياته مشاكل، تمام. ف ذاتس ات، يعني يا بتكون مشكله في فالف واحد يا في اكثر من فالف في نفس الشخص، يعني تمام، انه نفس الشخص عنده ديفكت في الترايكاسبيد والمايترال. هلا التوربلنت فلو ثرو ديزيزد فالز، التوربلنت فلو ما بعرف اذا درستوا محاضره الفسيولوجي الخامسه اتوقع بيحكي لنا الفرق بين التوربلنت والنوع الثاني نسيت اسمه. التوربلنت يعني هو مش طبيعي، انه بيكون البلد هيك حركته، لا هلا بالوضع الطبيعي المفروض هيك البلد يمشي بخطوط هيك لقدام نفس الاتجاه كلياتهم، تمام، زي شكل سبعة هيك بيكون خط خط خط. المهم بالتربلنت فلو متى بيصير؟ لما يكون عندي مشكلة انه انا ضغطي على البلد، ضغطي على الاشي، في عندي ديفكت معينة فبصير يمشي هيك البلد ويخابط في بعضه ويعمل لي صوت. فلما احكي تربلنت معناته في عندي ديزيز، فهذا التربلنت فلو وين بيكون؟ في الديزيزد فالف. اذا الديزيزد فالف بيكون فيها الفلو او البلد فلو مخربط. typically produces abnormal heart sound called murmurs. فانا لما اجي افحص المريض احط السماعه، طبعا صوتهم مميز خصوصا لما تكون طبيب انت وخبير يعني هيك وبتميز الطبيعي من مش طبيعي، بيكون زي صوت خشخشه او صوت فراكشن هيك، انه ما يعني مش طبيعي اسمع هذا الصوت، او في هذا المكان مش طبيعي اسمع صوت مثلا. فهذا الصوت اللي بنتج نتيجه تخبط الدم او التوربلنت فلو بنسميه مرمرز. سيفير ليجنز كان اذا بي اكسترنالي بالبيتد از ثريلز. هذا المرمرز يا اما بسمعه بالسماعه في حالات السيفير ليجن، انه بيكون المريض مستوي او واضح بيكون المرمر لدرجه اني اكسترنالي بالبيتد از ثريلز. ثريلز هي something you can feel. هلا المرمر itself هو sound produced by diseased valves نتيجة ايش؟ turbulent flow. هلا مرات بيكون كثير 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 سيفير لدرجة انك بتقدر تحسه. thrills something you can feel، يعني ممكن تحط ايدك على قلب المريض تحكي له عندك مرمر في الميترال valve بالمكان هذا. طبعا احنا اخذنا بالاناتومي كل valve وين افضل مكان اسمعه فيه، فخلينا نتفق انه المرمر هو صوت غير طبيعي ينتج من diseased valves نتيجة التربلنت فلو. في السيفير كيسز لما يكون الوضع يعني مزري جدا ممكن استشعره، اللي هو ثريلز بنسميها something you can feel. طيب هاي المرمرز
Depending on the valve involved, murmurs are best heard at different location at chest wall. يعني حسب مثلا إذا صار عندي المرمر من الميترال فالف أو من الترايكاسبيد بيختلف المكان اللي أسمع فيه المرمر، وبناء عليها على هذا الإشي بقدر أعمل دياجنوسز إنه مثلا إذا سمعته في المنطقة هاي معناته الديفكت في الميترال. تمام. Moreover, the nature and severity of the valvular disease determines the quality and timing of the murmur. الوقت والكواليتي اللي هي كيف نحكي إنه شدة المرمر، خلينا نحكي تعتمد على إيش؟ على السيفيرتي اللي هي مدى خطورة الديزيز وطبيعته، طبيعته إيش؟ يا إما ريجارجيتيشن يا إما ستينوسز. فهاي الشغلات السيفيرتي إنه سيفير أو مايلد أو في بداياته، تمام؟ هذول الشغلتين بيحددولي ما الكواليتي أوف ذا مرمر، هل هي شديدة واضحة ممكن تتحول لثريلز نتيجة السيفيريتي، حكينا إذا كانت سيفير كتير ممكن تتحول لثريلز. فهذا الإشي بيعتمد على طبيعة الديزيز إذا كان ريجارجيتيشن أو ستينوسز والسيفيريتي لأي درجة، بناء على ذلك بقدر تتحدد الكواليتي أوف ذا مرمر بتكون شديدة أو لا، والتايمينج إحنا بنعرف عندنا دايستول وعندنا سيستول وكل واحدة منهم في فالف معينة بتفتح. فمثلا هارش سيستوليك او سوفت دايستوليك. هارش يعني بتكون الصوت واضح للمرمر بالتالي رح تكون السيفيريتي عاليه، سوفت لا بتكون اقل سيفيريتي، بتكون درجه السيفيريتي اقل وبتكون ايش؟ دايستوليك. يا جماعه اعذروني بس اليوم الخميس والعالم كلها فوق بعضها. يا ربي حسبي الله ونعم الوكيل. المهم كنا نحكي عن العوامل بتؤدي للمرمر. حكينا المرمر هو ان او abnormal sound produces by diseased valves. diseased معناته رح يكون فيها يا regurgitation يا ايش؟ stenosis. وهذا الاشي بيعمل عندي خربطة في blood flow في شكله واتجاهه وحركته، بس بنسميه ايش؟ turbulent flow، حركة الدم غير طبيعية. وإذا كان سيفير كثير بقدر أحسها thrills، بقدر أحسها بأصابعي، ممكن أشوفها إذا كانت يعني كثيرة، إذا كان المريض نحيف وهي كثير سيفير. تمام. حسب الفالف أي فالف اللي صاير فيه المرمر بقدر أحدد المكان اللي أسمع منه الفالف اللي أسمع منه المرمر عفوا، لأنه أخذنا بالأناتومي مثلا الأورتيك فالف هذا أكثر أحسن مكان أو البيست بليس تو هير الأورتيك ساوند. تمام. أورتيك فالف ساوند. وبناء عليه بقدر اعمل دياجنوسيس انه اذا كان والله هذا المكان افضل يعني المرمر فيه واضحه كثير بالتالي الفالف هذا اللي صاير فيه المشكله. تمام. طبيعه الديزيز وخطورته بتحدد عندي الكواليتي او شده المرمر، هل هي واضحه هل هي شديده هل هي سوفت ولا هارش، والتايم الوقت اذا كانت في الدايستول او سيستول، وكل هذا بيساعدني في الدياجنوسيس. The outcome of valvular disease depends on the valve involved, the degree of impairment, the tempo of its development and the effectiveness of compensatory mechanism. طبيعة the consequence أو the complication للvalvular disease تعتمد على الفالف اللي صار فيه المشكلة. تمام. وال degree of impairment قديش المشكلة هاي مأثرة على الفالف والfunction تاعته، قديش هي الستينوسز، هل هو تضيق واسع كثير ضيق كثير بحيث انه من مرة impairment للblood flow. ال tempo of its development السرعة، هل هي chronic انه كل شهر يعني طولت عبال ما صار لها development او هي بسرعة صارت. تمام. ال effectiveness of compensatory mechanism، هل الجسم بيحاول يصلح حاله بيحاول يصلح الديفكت. فبناء على هاي الشغلات كلياتها بنحدد نتائج هذا المرض وشو ممكن يصير عندي consequences and outcomes. تمام. هلا الvalvular abnormalities can be congenital or acquired، يا اما بتنولد مع المريض mutation معينه في احد مراحل تكون الفالف بالامبريولوجي، او acquired وهو اثناء حياته نتيجه لايف ستايل معينه او اصابه او diseases عملت عندي defect في الفالفز. بداية رح نبلش بالكونجنتال. By far most common congenital valvular region is the bicuspid aortic bicuspid aortic valve. دقيقة نرجع لأول صورة. هاي الأورتيك فالف كم عندي ليفلتس أو كم عندي كاسبيد؟ ثلاثة. واحد اثنين ثلاثة. طب أنا هون قاعد بحكي لي إيش؟ bicuspid. bicuspid يعني زي الميترال زي هاد زي هاد two leaflet. بالتالي انا بحكي عن aortic valve abnormal انه يكون عندي bicuspid لازم يكون عنده ثلاثة. طب شو اللي بصير؟ هاي اللي بصير، هاي شايفين هذا abnormal هذا abnormal هذا abnormal هذا normal
هذا بنسميه tricuspid valve aortic valve، اللي هو الأورتيك valve الطبيعي يكون في عنده ثلاثة leaflet أو ثلاث cuspid، صح؟ هلا هون احنا شايفين اللي على الجهة اليمين عنده two leaflet وواحد أكبر من الثاني، يعني شوف هاي قديش حجمها وشوف هاي قديش حجمها، شوف ما أكبرها بالنسبة لهاي، بينما هون متساويات في الحجم. وفي عندي هنا إشي بالوسط مش منفصلات، يعني هاي وهاي منفصلات، لكن هذول الثنتين اللي المفروض يكون كل واحدة لحالها وهذا يكمل هيك، لا اندمجوا عملوا لي فيوجن وصار عندي الأورتيك فالف في تو كاسب أو تو ليفلت. هذا الإشي متى بصير؟ أثناء المراحل الإمبريولوجي بيكون عندي باثوي معين بنسميها نوتش سيجنالينج باثوي. هاي الباثوي مسؤولة عن نقل الطاقة والإنزيمات والبروتينات، يعني موجودة في أكثر من مكان من جسمنا في الأدلت هود والإمبريولوجيك لايف، مش موضوعنا ولا بتهمنا، هي كتير معقدة يعني. بس بناء على ذلك بصير عندي separation between the three cusps of the aortic valve، تمام؟ هلا هاي الباثوي بصير عندي ميوتيشن في جين معين لهاي البروتينات الموجوده في الباثوي والانزيمات، بتؤدي انه الثري ليفلتس ما ينفصلوا، وانه تو كاسب اوف ذا اورتيك فالف بيصير لهم فيوجن، بدل يعني ما بصير عندي كومبليت سيبريشن اوف ذا تو ليفلتس، فشوفوا كيف طالعات واحده، تمام؟ وبتكون عندي في النص اللي هو المفروض يكون انفصال كامل ما بينفصل، بيصير زي ميد لاين بنسميه ميد لاين رافي، تمام؟ فزي ما احنا شايفين طبعا هذا اب نورمال. هلا شو الفرق بينه وبين النورمال؟ انه مور ستينوسز، يعني شوف هاي قديش المساحه تاعته اللومن اللي راح يمشي فيه البلد، بينما هذا ايش اضيق، غير عن انه الكونتراكشن لما يصير من 3 ليفلت اقوى من الكونتراكشن من اللي بده يصير من 2 ليفلت. إذا بدي يصير عندي كالسيفيكيشن في هذا الفالف ما رح يأثر، يعني رح يأثر ويعمل عندي abnormal condition، لكن هذا الكالسيفيكيشن إذا صار فيه رح يكون تأثيره أكبر، لأن الستينوسز سهل يصير في هيك أنواع من الفالفز، تمام؟ فخلينا نقرأ الحكي اللي حكيناه. So the most common congenital valvular lesion is bicuspid aortic valve اللي شفناه containing only two functional cusps instead of the normal three. احنا حكينا الطبيعي ثلاثة لكن هون بنلاقي انه عندي بس ثنتين. This malformation occurs with a frequency of 1-2 of all live births. يعني هو نادر جدا صراحة، 1-2% فقط من كل 100 مولود. And has been associated with number of mutations including those affecting proteins in the notch signaling pathway. يعني هي بصير عندي mutation في جيناتك في، تمام؟ لكن اكثر اشي بارز او اكثر اشي بأثر هي الميوتيشنز اللي بتصير بالبروتينات اللي في النوتش سيجنالينج باثوي اللي اثناء مراحل الامبريولوجي، تمام؟ هلا the two cusps are unequal in size زي ما شفنا، شوفوا هاي صغيرة وهاي شوفوا ما اكبرها، تمام؟ بينما بالطبيعي انهم يكونوا ايش متساويات. هون شوفوا الصورة هاي كيف، هاي واحدة كبيرة واحدة صغيرة، أصغر من الثانية. Unequal size with larger cusp exhibiting a midline raphe resulting from incomplete cuspal separation. واحدة منهم أكبر من الثانية، وطبيعي من اللي بتكون أكبر اللي هي عاملة فيوجن مع أختها اللي مش منفصلات بالضبط، وبيكون في بناتهم midline raphe بنسميه midline raphe. هذا midline ناتج نتيجة عدم انفصال التو كاسبس. هيما هلا هذول اللي مفروض ينقسموا ويعطوني 1-2-3 ويعطوني ثنتين، لأنهم إيش ثنتين يعني، فعملوا فيوجن وهذا الخط فصلهم، هذا شايفين هذا الفراغ، هذا خط الفصل المفروض هيك نعمل هيك وكاتينج وكل واحدة تروح لحالها، لكن نتيجة الفيوجن تكون عندي هذا الميدلاين بنسميه ميدلاين رافي، تمام؟ هلا البايكاسبت أورتيك فالف are generally neither stenotic nor incompetent through early life. يعني في البداية ما بتكون كثير ظاهرة المشكلة، بس يعني إذا ظهرت في الإيرلي لايف، أنا هنا بحكي عن الثلاثينات والأربعينات، هاي الإيرلي لايف، تمام؟ بتكون إما ستينوتيك أو لا عفوا خربطت، هي ما بتكون لا ستينوتيك ولا إنكومبتنت في الإيرلي لايف، يعني تقريبا بيوصل الشخص اللي عنده بايكاسبت أورتيك فالف للأربعينات للخمسينات وهو مش عارف إنه بايكاسبت أورتيك فالف وأموره تمام، ما بيكون عنده لا ستينوسيس ولا ريجارجيتيشن. لكن هذول الفالفز البايكاسبيد اورتيك فالف بيكونوا اكثر عرضه انه يصير في عندهم بروجريسيف ديجنريتيف كالسيفيكيشن
اللي بتصير بتعمل عندي ستينوسس اكثر من غيرهم. يعني هلا كل الناس معرضين انه يصير عندهم بروجريسيف ديجنريتيف كالسيفيكيشن للفالف، انه بيجي عندي كالسيوم وبيترسب على هاي الفالفز فهيك بثقل حركتهم بزيد سماكتهم فبيعمل عندهم ايش ستينوسس. تمام، حكينا في البدايه انه الستينوسس ممكن يكون نتيجه انه كالسيفيكيشن على الفالف. هلا الناس اللي عندهم بايكاسبت اورتيك فالف نسبه الخطوره عندهم لهذا المرض اعلى من غيرهم، بصير هيك شكله. فيعني انت فوق ما انت تو كاسبس كمان يصير عليك كالسيفيكيشن. فشوفوا قديش النروينج، يعني هذا الطبيعي، هذا البايكاسبيد الطبيعي، طبيعي يعني انه ما فيهوش مشاكل كالسيفيكيشن وسكارينج والى اخره، هذا البايكاسبيد اورتيك فول اللي صاير فيه كالسيفيكيشن. فشوفوا النروينج، شوفوا الاستينوسز اللي صاير فيه قديش واضح وصريح وشديد ايضا. ف they are more prone to early and early. طبعا الناس الطبيعيه بيصير عندهم هاي البروجريسيف ديجنريتيف كالسيفيكيشن على السبعينات الثمانينات، هذول الناس على الخمسين بيصير عندهم. The most important cause of acquired valvular disease are summarized acquired stenosis of the aortic and mitral valve account for approximately 2/3 of all valve disease. بحكي لي هون انه كل الديزيز اللي بتصيب الفالف ثلثينهم عباره عن acquired stenosis للاورتيك. تمام، انه المريض بصير عنده ستينوسز في الاورتيك فالف، الاورتيك فالف الطبيعي مش البايكاسبيد، والمايترال فالف، هذول اكثر فالفز ايش بصير فيهم ستينوسز ويشكلون ثلثين مشاكل الفالف الاكوايرد مش الكونجنتال. الكونجنتال بس رح نحكي عن البايكاسبيد اورتيك فالف اللي هي بتنولد مع البني ادم، لكن الاكوايرد اغلبها يا اما ستينوسز في الاورتيك او المايترال فالف. وهنا مره ثانيه هاي البايكاسبيد فالف، شايفين هذا الخط اللي بيفتحها بنسميه كاميشر، يعني هو زي ما بعرف معناها بالعربي بس انه الحفه هاي بنسميها كاميشر. وهنا التو كاسبس صار لهم جوينينج، وهذا الميد لاين بيناتهم اللي هو المفروض يكون خط انقسام بنسميه رافي. وشوفوا قديش هاي الليفلت كبيره، ضعف هاي اكيد يعني، وهاي السنجل كاسب. وهنا البروجريسيف كالسيفيكيشن اوف بايكاسبيد اورتيك فالف، شوفوا قديش ستينوسز شديد جدا. وهنا ايضا نورمال فالف وبايكاسبيد اورتيك فالف. انا بحب الصور جدا وبضل اجيب صور يا جماعه. المهم degenerative valve disease، هون لما احكي degenerative انا راح احكي عن الماتيريال او البيئه اللي عايشه فيها الفالف. طبعا احنا الفالف زي اي خليه، بده بروتينات، بده تغذيه، بده extra cellular matrix، لكن انه بيكون انه احتياجاته حسب الفانكشن تاعته. فهون راح يكون عندي مشكله في الاكسترا سيلولر matrix، راح يزيد عندي مكونات وراح يقل عندي مكونات. So هاي degenerative changes include one of these four problems. أول إشي إما calcification، أو بصير عندي alteration في extracellular matrix، أو changes في production للmatrix metal proteinases or their inhibitors، و degenerative changes في cardiac valves و بلا بلا بلا. المهم أول إشي calcification. calcification بيجي calcium بكل احترام بترسب على هاي valves، يعني رح يصير valve إيش قاسي، يعني رح تتحدد حركته، رح يصير عندي استينوسز لأنه سماكته بتزيد. فهاي الكالسيفيكيشن بترسب الكالسيوم وين بالضبط؟ على الكاسب، على الكاسب اللي هو الورقات، إنه كاسبل إنه على الكاسب نفسها. أكثر إشي بصير في الأورتيك فالف أور أنيولار، وين؟ في المايتر فالف. هلا الأنيولار ورجيتكم إياها اللي هي الهالة اللي بتحيط حوالين الفالف، موجودة بالأورتيك وبالمايتر، لكنها بالمايتر واضحة جدا وكثير بصير فيها مشاكل. فالكالسيفيكيشن إما على الكاسب أكثر إشي بالأورتيك فالف، مش معناه انه الباقي ما بصير فيه، لا بصير فيه، بس هو اكثر فالف معرض انه يصير فيه كالسيفيكيشن على الكاسبس تاعته. الانيولر بتصير في المايترال فالف، شايفين هاي، هاي ايش المايترال فالف، شايفين هاي بتكون زي فايبرس او هاله بتحيط حوالين البايكاسبيد، بنسميها المايترال انيولس. بيجي بيعمل كالسيوم ترسيب عليها، بيعمل عندنا انيولر كالسيفيكيشن للمايترال فالف. المايترال انيولر كالسيفيكيشن is usually asymptomatic unless it incurs into the adjacent conduction system. يعني لما يجي الكالسيفيكيشن يعمل الكالسيوم يعمل كالسيفيكيشن لا الانيولا تاعت المايترال فالف، مش كتير رح تعطيني سيمبتومز، مش مباشره، رح نوعا ما هي كرونيك. متى بيجين المريض عنده سيمبتومز؟ لما تبلش تاثر على اللي حواليها. شايفين المايترال فالف هون في عندي الكوندكشن سيستم اللي بيحيط في هلا الهارت، كل جزء فيه في جزء من الكوندكشن سيستم، لانه هو الباور، يعني هو البيت كهرباء بحد ذاته. فالكالسيفيكيشن رح يصير عند الانيولا هاي، هاي 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 الهاله اللي انا بمشي في، مش عارف امشي فيها، خليني استخدم الثاني. هاي خلينا نحكي غلاف الفالف من برا،
صار اعوجاج. المهم بيجي الكالسيوم بترسب هون كالسيفيكيشن مش كثير بيظهر عندي اعراض ويمكن ما يصير عندي ستينوسز اصلا. كالسيفيكيشن متى؟ لما يوصل عندي الكونتاكشن سيستم. شوفوا عندي هون باندل اوف هيس قريبه من الميترال فالف، فلما تبلش تاثر عليها بصير عندي خربطه في قلب في كهربه القلب، بصير عندي اريثميا، ممكن يصير عندي تكي او براديكارديا. فيعني راح يصير عندي اريثميا بالنهايه، وممكن يصير عندي اللي هو رجفان، نسيت المصطلح بالانجليزي. المهم نتيجة انه الكالسيفيكيشن هون بيجيني المريض في السيمتومز، وبيصير عندي انه بعرف انه عنده كالسيفيكيشن. ثاني اشي انه بيصير عندي alteration للإكسترا سيلور ماتريكس. هلا الماتريكس اللي حوالين الفالف فيها اشياء يعني بتحتاجها، بصير عندي changes، بصير عندي اشي يتكون اكثر من اشي، وكمان شوي رح نناقشها في نهاية المحاضرة، اشي بنسميه maximitous degeneration. هلا لما تيجي تترجم maximitous بيجي معناها مخاطي. مخاطي يعني في الاشي التف قل، الاشي القاسي زي الكولاجين والفايبرز رح يقلوا والإلاستين، والاشي السائل بزيد او السيمي سوليد خلينا نحكي زي مين، زي البروتوغلايكان. فممكن يصير عندي alteration للإكسترا سيلر ماتريكس حوالين الفالف، يزيد عندي البروتوغلايكانز. تمام، البروتوغلايكانز هي نوع من زي البروتين وجلوكوز نوعا ما، او سكريات يعني هيك اشياء الهم فانكشنز كثيرة مش مهم، المهم بيزيدوا بس هم ما لهم علاقة في الانتجريتي تاعت الفالف. تمام، بينما مين المسؤول عن الانتجريتي؟ المسؤول عن الانتجريتي اللي هم الكولاجين والإلاستين وهاي الفايبرز الكبيرة، بصير فيها إيش؟ دمن إشت. فالكولاجين بيقل، الإلاستين بيقل، بتصير المادة مخاطية مش قاسية، فبنسميها ميكسوميتوس ديجنريشن. In other cases the valve become fibrotic and discurring. يعني يا إما هاي أكثر إشي بصير، أكثر حالة مشهورة من الالتريشن الإكستراسيلر ماتريكس، إنه بقل عند بيزيد عند البروتوغلايكان وبقل عند الكولاجين والإلاستين، أو ممكن يصير عندي fibrosis with scarring نتيجة secondary disease، أو ممكن primary بصير عندي fibrous formation لا الفالف. ثالث degenerative disease اللي هي production للmatrix metalloproteinases or other inhibitors. المتالوبروتينيزز هم المسؤولين عن إيش؟ الremodeling والregeneration لهاي الفالفز. تمام، او خلينا نحكي للفايبرز او الكولاجين الموجود في هاي الفالف. فبصير عندي انه تغير، اما انه بيزيدوا او بيقلوا، والانهيبيتورز تاعهم اذا ما عندي انهيبيتور رح يضلوا شغالين على الاخير، اذا عندي انهيبيتور كتير ما رح يشتغلوا، فبصير في عندي مشكلة بالريمودلينج. مش مهم التفاصيل على فكرة. رابع إشي degenerative changes in the cardiac valves are probably an inevitable aspect of aging related to repetitive mechanical stress to which valves are subjected. 40 million beats per year. شو معنى هذا الثلاث أسطر؟ هلأ إحنا قلبنا ما شاء الله ولله الحمد يعني ما بيوقف من لما يبلش شغله أثناء المراحل الجنينية، لما يموت البني آدم لبعد ما يموت البني آدم تقريبا بسبع دقائق وهو بينبض وهو بيدق وهو كنت عقول دكتور سمير كونتراكشن. فمتخيلين التعب اللي بيتعبه؟ فمع العمر اصلا، مع العمر تقدم في العمر البروتينات بتقل، الأنسجة بتتعب، الكولاجين بقل، العضلة خلص بتوصل لمراحل انه زهقت وانا بضخ. فكل هذا بصير عندي ميكانيكال ستريس، غير عن الناس اللي اصلا عايشه حياتها في ستريس، عضله قلبهم تتعب اكثر من غيرهم، غير عن العادات الصحيه الخاطئه، القعده الزياده، التدخين والى اخره، كلها هاي بتزيد على القلب. فايش الطبيعي مع التقدم في العمر؟ يصير عندي ديجنريتيف لهذا الكاردييك مسل، انه صار عندي تشينجز في الكارديك مسل والماتريكس تاعتها والطبقات نتيجة التقدم بالعمر. يعني العمر له حقه يا جماعة. فهذا زي ما احنا شايفين المايترال، وهذا المايترال الآن اللي حكينا ممكن يصير عندك كالسيفيكيشن، وبيضل المريض اسمتوماتيك لحد ما يوصل عندي للكونتاكشن سيستم اللي حوالين المايترال فالف. تمام، هلا هون حاط لي الدكتورة انه الايتيولوجي للاكوايرد هارت فالف ديزيز، انه مش الكونجليتال الوحيدة اللي راح ناخذها اللي هي الاورتيك بايكاسبيد فالف، الباقي acquired. هلا الميترال ستينوسز، انه يصير عند ستينوسز في الميترال فالف ممكن يكون نتيجة
ممكن يكون انه post inflammatory scarring، انه صار عندي inflammation في هذا المكان فصار عندي scar، واحنا بنعرف انه في الهارت ما بيصيرش تجدد فبيصير عندي scar سكار ورا سكار ورا سكار، بتكون طبعا كرونيك البروسيس، او كالسيفيكيشن ورا كالسيفيكيشن ورا كالسيفيكيشن، بصير عندي ستينوسز في الميتال فالف زي في حالات الريوماتيك هارت ديزيز اخذناها بالمحاضره الاولى. هاي ايش الستينوسز؟ طبعا احنا بنعرف يا ستينوسز يا ريجارجيتيشن اكثر شيء اللي هم الاورتيك والميتال رح نحكي عنهم. اذا الستينوسز ايش بيصير عندي؟ سكارينج في الميتال فالف نتيجه شو؟ بوست انفلاماتوري، صار عنده destruction الفالف والقلب ما بجدد أشياءه فبصير scar formation. mitral regurgitation abnormalities of leaflets and commissures، leaflet اللي هم الكاسبد الورقات نفسهم، والcommissures اللي هي الحواف تاعاتها، بصير عندي abnormality abnormal فيهم أو مشاكل فبرتخوا فبصير توسع. post inflammatory برضو scarring، ممكن كمان post inflammatory scarring ممكن تعمل عندي stenosis، ممكن تعمل عندي regurgitation. infective endocarditis هلا كمان راح نشوفها، بصير عندي infection بالبكتيريا فالتوكسينز بتكسر الدنيا فبصير عندي regurgitation. الفن induced valvular fibrosis، هاي زي syndrome بصير عندي fibrosis على الفالف، والفايبروسيس زي السكارينج يعني وضعه تقريبا، بيعمل عند stenosis. abnormalities of tensor apparatus، rupture of papillary muscle اللي هي بتعمل دعامة الفالف، papillary muscle dysfunction نفسها البابيلاري muscle هاي بصير فيها fibrosis مثلا أو مشاكل بتبطل تأدي عملها، rupture للكوردات تندني اللي هم برضو اللي داعمة عند الفالف، abnormalities lift ventricle حكينا هو اللي مثبت عندي الفالف، lift ventricular cavity أو الأنيولا تاعت lift ventricle نفسها، الفيرتريكل كافيتي والانيولا تاعت الفالف نفسه. ليفت فنتريكولار انلارجمنت بصير عندي تضخم في الليفت زي في حالات المايوكاردايتس او دايليتد كارديوميوباثي، واحنا حكينا اي شيء بصير تغير في الستراكشر اللي داعمه عندي الفالف رح تاثر على الفالف نفسه وتعمل عندي ايش؟ ريكاركيتيشن. وكالسيفيكيشن للميترال رينج اللي هي نفس الانيولا. الأورتيك ستينوسيس برضو نفس المسببات، post inflammatory scarring، senile calcific aortic stenosis. senile هي زي مع العمر يعني بصير عندي نتيجة الميكانيكال ستريس بصير عندي calcification، وحكينا إذا كان bicuspid بتزيد نسبة الكالسيفيكيشن عندهم. calcification of congenitally deformed valve زي ايش؟ زي التراك bicuspid aortic valve انه هو اصلا abnormal congenital فبتزيد نسبة الكالسيفيكيشن عندهم. aortic regurgitation intrinsic valvular disease post inflammatory scarring، intrinsic انه في الفالف نفسها الكاسبس نفسها فيها مشاكل. infective endocarditis انه بكتيريا بتعمل infection. aortic disease بالاورطة يعني زي degenerative aortic dilatation انه الاورطة ما احنا بنحكي هو اللي داعم الاورتيك فالف، فاي مشكلة فيه رح تعمل عندي ريجارجيتيشن زيه زي الميترال. سيفيليك اورتايتس انفلاميشن انكلوزنج اللي هي زي مشاكل بالكولاجين والكونكتيف تيشو هاي الشغلات. ريماتويد ارثرايتس مارفان سيندروم برضو هاي مشكلة بالكولاجين والكونكتيف تيشو فبصير عندي دايليتيشن للاورتيك للأورطة نفسه فبصير عندي أورتيك ريجارجيتيشن. أنا آسفة بس هذا الصراحة يعني قراءة ما فيش داعي أدخل بالتفاصيل، أنا قرأته هيك مش عارف عشان أطول الفيديو. المهم هاي عنا الصور، هاي الصورة إيه طبعا هاي كلياتها بتحكي عن الكالسيفيك فالفولار ديجنريشن، إنه حكينا الديجنريشن أربع شغلات، أول واحدة منهم الكالسيفيكيشن. هلا بالأول هذا الأورتيك فال طبعا لأنه هذا أورتيك، هذا أورتك طبيعي صاير فيه كالسيفيكيشن، هذا congenital bicuspid لأنه شوفوا ورقتين، وهذا المورفي الرافي قال مورفي الرافي اللي بين two diffused cuspid، هذا mitral لأنه إيش two cuspids. فالأول بيكون نتيجة الريوماتيك. هلا الريوماتيك heart disease اللي أخذناه بالمحاضرة الأولى بتحفز إنه يصير عندي كالسيفيكيشن للأورطة، هذا already bicuspid aortic valve يعني أصلا الكالسيفيكيشن عنده progressive عالي مش زي باقي أعلى من الطبيعيين، فممكن يصير عندهم على 50 سنة كالسيفيكيشن او نتيجة انه مع تقدم العمر يعني. سي عندي mitral calcification ودي ايضا mitral calcification لكنهم عاملين هيك قص. شايفين هون الكالسيفيكيشن في المايترال عامل involvement لميا للطبقة اللي تحتيها اللي هي left ventricle تمام.
فممكن يصير عندي واحنا بنعرف انه الكوندكشن سيستم موجود هون وبالفنتريكل وفي عند الباندل اوف هيس هون، فراح يصير عندي امبيدنج او امبينج او يعني بيأثر على الكوندكشن سيستم، فممكن يعمل عندي اريثيميا وممكن يعمل عندي اي في بلوك نتيجة الكالسيفيكيشن لما يوصل. فهذا الشيء، هاي الاشياء. هلا رح ناخذ الكالسيفيك اورتيك ستينوسز. رح يصير في عندك كالسيفيكيشن للاورتيك فالف تؤدي انه يصير عندي ستينوسز، واحنا حكينا الستينوسز unable to open completely. كالسيفيك اورتيك ديجنريشن از ذا موست كومن كوز اوف اورتيك ستينوسز. اذا هلا الاورتيك فالف زيه زي اي فالف، يا بصير فيه ستينوسز يا ما بصير فيه ايش ريجارجيتيشن. الستينوسز اكثر كوز بيؤدي للاورتيك ستينوسز هو الكالسيفيك اورتيك ديجنريشن. تمام. In most cases calcific degeneration is asymptomatic and is discovered only incidentally by viewing calcification on routine chest radiograph or at autopsy. زي ما قبل حكينا في المايترال متى بيوصل عندي المريض لسيمتومز، لما يأثر على الكوندكشن سيستم. هلا هون بالأورطة بالأورتيك فالف متى بالكالسيفيكيشن بصير سيمتوماتيك؟ يعني نادر جدا، بيكون في مراحل متأخرة وعلى الغالب بيكتشفوه بالصدفة. يعني جاي المريض يعمل تشيك على الهار تاعه او لا اشي معين اشي ثاني غير الكالسيفيكيشن، بالصدفة عمل راديوغراف او اخذ اوتوبسي من الهارت او من الفالف فاكتشفوا انه عنده كالسيفيك اورتيك ستينوسس. ان اذر بيشنت فالفلر سكليروسس اللي هو تصلب الفالف زيه زي الشرايين، بصير عندي زي ترسب للفات في الفالف or calcification can be severe enough to cause stenosis necessitation surgical intervention. هلا البيشنت اللي بيوصلوا مرحلة انه فعلا symptomatic وظاهر عندهم مشاكل في الاورتيك، يعني الاورتيك صاير فيه stenosis ادى للimpairment للfunction تاعه والدم ما بيطلع مني بشكل كويس، بيجوني symptomatic وهضول الناس بصير عندهم ستينوسز في الاورتك زي ما حكينا نيسيسيتنج سيرجيكال انترفنشن. يعني اللي بدي اوصل لكم يا جماعه انه الكالسيفيكيشن مش كثير يعني مش دائما بيكون ظاهر عند المريض، نادر جدا ما يكتشفوا الكالسيفيكيشن في مراحل مبكره. يعني اذا بيكتشفوا عنده كالسيفيكيشن في الاورتك فالف بيكون مستوي واصل لمراحل متقدمه او بالصدفه، يا بالصدفه بالمراحل المبكره بس بيكتشفوه، بس على الغالب بيكتشفوه في مراحل متاخره انه بلش يظهر عنده اعراض، وهون بيكون صار ستينوسز شديد في الاورتيك فالف، وهذا يستدعي الاشي انه سيرجيكال انترفنشن، لازم يعملوا له عمليه جراحيه، يعملوا له ريبليسمنت او يشيلوا الكالسيفيكيشن والى اخره. The incidence of calcific aortic stenosis is increasing in pace with longevity، يعني مع طول العمر نتيجه الميكانيكال ستريس انه العضله لها زمان بتشتغل فبتزيد احتماليه يصير عندك كالسيفيكيشن. In anatomically normal valve، إنه شو يعني anatomically normal valve؟ إنه ما فيش فيها congenital defect، ما فيش فيها secondary diseases، سليمة، تمام؟ The typically begins to manifest when patients reach their 70s to 80s، يعني لما يصير عمر الواحد 70 ل 80 ممكن يصير عنده calcification. لكن الناس اللي عندهم congenital valves اللي هم congenital abnormality abnormal anatomically valve اللي هم bicuspid aortic valve is much earlier age، يعني ممكن الواحد على 40 سنة يصير عنده calcification لأنه already valve تاعه abnormal. تمام. Although simple progressive age associated wear and tear is often invoked to explain the process, cuspal fibrosis and calcification can also be viewed as the valvular counterparts to age related arterial سكليروسس. يعني هون بحكي لي انه هلا احنا على الاغلب الكالسيفيكيشن بتصير نتيجه التقدم في العمر، الوير انتير انه زي نتيجه الضغط والميكانيكال ستريس والشغلات اللي بتعرض لها البني ادم في حياته مع التقدم بالعمر، لما يوصل ل 70 60 سنه ببلش عنده الفايبروسس او الكالسيفيكيشن. لكن وجدوا ايضا انه ممكن الناس اللي عندها ارتيريوسكليروسس الايج ريليتد، احنا حكينا في محاضره الارتيريوسكليروسس ممكن نتيجه التقدم بالعمر تتلف الشرايين تتلف الاشياء فبصير عنده ديبوزيشن للفات او شيء فبصير عندهم ارتيريوسكليروسس، هذول الاشي ممكن يعمل إله علاقه يعني في الكالسيفيك اورتيك ستينوسس، لكن الميكانيزم مش واضح مش عارف عنهم. المهم
Thus, chronic injury due to hyperlipidemia, hypertension, inflammation, and other factors implicated in atherosclerosis have been proposed as contributes to valvular degenerative disease or changes, but a firm evidence is lacking. يعني بحكي لي إنه الناس اللي عندهم age-related arteriosclerosis بتزيد احتمالية إن يصير عندهم calcific aortic stenosis. وبالتالي يعني الأشياء اللي بتعمل إيج الأرتيريوسكليروسيس اللي هم حكيناهم بالمحاضرة الماضية الهايبرليبيديميا والهايبرتنشن والإنفلاميشن المتكررة كلهم هدول بيساعدوا يعملوا أرتيريوسكليروسيس أيضا ممكن إنهم بيساعدوا في الكالسيفيكيشن للأورتيك فالف لكن هذا الإشي لسه مش مثبتينه يعني ما فيش إنه ميكانيزم واضحة أو مش قادرين يثبتوا العلاقة يعني مش عارف الجمل هاي ليش نحطها بالسلايد المهم المورفولوجي انا كيف اميز المريض الاورتيك فالف اللي صار في كالسيفيكيشن ذا هول مارك اوف كالسيفيك اورتيك ستينوسيس از هيبت اب كالسيفيد ماسز اون ذا اوت فلو سايد اوف ذا كاسب دقيقه وين الصوره لا مش هاي الصوره اوكي هاي الصوره شايفينها هاد نورمال تمام لا مش يي علينا شايفين هذا نورمال شوفوا كيف مسكرات بأمان وسلام وراجعات 100% طابقات لكن شوفوا هون هذا مسكر هذا الفالف مسكر شوفوا قديش الفتحة اللي ممكن يتعمل عندي يا ربي هذا فاتح لا مسكر لا المهم هذا ستينوزز شايفين هاي مسكر شايفين هاي الحفة هاي بنسميها الحفة كاميشار وهاي بنسميها الليفلت شايفين نتيجة الكالسيفيكيشن بتكون زي هيك مقعرة لجوة كيف لما اشي ناشف هيك ويرجع لبرا نتيجة النشفان وبيكون هو مسكر فاتح او مش عارف يسكر على الاخير او مش عارف يفتح على الاخير فنفس الاشي هذا الاشي مميز للكالسيفايد اورتيك فالف شوفوا هون كيف هاي النورمال شوف كيف كلوزد كومبليتلي ما فيش باك فلو لكن هون نتيجة الستينوسيس او الكالسيفيكيشن بتلاقي الطرف الكاسبد هيك راجع لفوق وبارز مش عارف اذا قادرين تتخيلوا الاشي بس شوف لما الوردة تنشف هيك او مش الوردة مكرمشة الفالف مكرمشة شوفوا كيف الاوبن تاعتها مش كافية يعني هذا شوفوا الفرق بين النورمال الفتحة النورمال والفتحة اللي مش نورمال يعني كتير ضيقة ولما يسكر ما بيسكر مظبوط مش لانهم مش طابقين على بعض لا هم واصلين لبعض بس انه حفتها ناشفة وطالعة لفوق مش عارف اذا قادرين تتخيلوا المنظر يعني اتمنى انها تكون وصلت فهاي الهول مارك تاعت الاورتيك ستينوسيس انه بتكون هيبت اب كالسيفايد ماسز ذا اوت فلو سايد اوف ذا كاسب في الجهه اللي بيطلع لها الفالف يعني الميترال بيطلع للليفت فنتريكل فهاي الهيبت اب بتكون بجهه الليفت فنتريكل تمام فها ذاتس ات يعني ذيس بروترود انتو ذا سينوسز اوف فالزالفا اند ميكانيكالي امبيد فالف اوبننج كوميرشال فيوجن يوجوالي ا ساين اوف ا بريفيوس انفلاميشن اتس نوت تايبيكلي فيتشر اوف ديجنريتيف اورتيك ستينوسز اولذو ذا كاسب مي بي بيكام سيكندري فايبروتيك اند ثيكند هذا بيحكي لي عن الاورتيك احنا اوريدي بنحكي عن الاورتيك كالسيفيكيشن هلا في عندي سينوسز في الاورطه بنسميها سينوسز اوف فالزالفا شايفين هذا الاورتيك فالف هاي الثري كاسبت في هون عندي زي ستينوسز او ساينسز بنسميهم ساينس اوف فالزالفا هلا نتيجة الكالسيفيكيشن ممكن بيطلع هون اكتر اشي في الساينس هاي الساينس موجودة عشان لما الفالف يسكر ما يسكر لي هاي الشغلة شايفين هاي الكورونري اوستيوم او بنسميها الكورونري اورفيسز هل هاي الفتحات اللي بتوصل عند الاورطه للكورونري ارتريز عشان تغذي القلب تمام هلا عشان لما الاورتيك فالف يسكر ما يسكر هاي الفتحات معاه موجوده هاي الساينسز مش مهم صراحه ما عرفت افهمها منيح يعني عشان اوصل لكم اياها بغض النظر هي ستراكشر موجوده هلا لما يصير عندي كالسيفيكيشن اكثر مكان تظهر فيه هي هاي الساينسز تمام و شو كمان بس
فهاي يعني انه بروترود انتو ذا ساينوسس ممكن الكالسيفيكيشن يدخل جوا الفالزالفا ويعمل عندي امبيدنج للفالف اوبننج ميكان الكوميرشال فيوجن. هاي شوفوا هاي النورمال تمام، هاي كالسيفيكيشن او بلش في السكليروسس اللي هو الكالسيفيكيشن البسيط، بعدين شوي هون مستوي سيفير اورتيك سكليروسس، شوفوا كيف ضيق تمام، وهنا الليفلت راجعات لفوق ولبرا باتجاه الاوت فلو تمام. فهي هاي الحفاف بنسميها كوميرشال كوميشرال المهم. فهاي الكلاسيفيكيشن بتمنع عندي الكوميشرال انهم يعملوا فيوجن. هلا لما يسكروا شوفوا كيف لما يسكروا بيعملوا فيوجن مع بعض، بسكرن على بعض، لكن نتيجه الكلاسيفيكيشن بتمنع عندي هذا الفيوجن بين الكوميرشال، فبضلهم فاتحين تمام. وذاتس ات يعني بيكون هذا نتيجة انه previous inflammation، صار عندي inflammation واجت inflammatory cells والى اخره. بحكي لي انهم هذا الاشي مش في typical feature للdegenerative aortic stenosis، مش فاهم ليش حط الجملة هاي، انه ما بقدر اعتمد عليه في الdiagnosis خلينا نحكي. والكاس may become secondary fibrous and thickened، يعني نتيجة يعني بعد هذا الكالسيفيكيشن اللي صار ممكن يتحول لفايبروس وتزيد الثيكن تاعته. and earlier hemodynamically inconsequential stage of the calcification process is called aortic valve sclerosis. إذا الكالسيفيكيشن هي مراحل متقدمة، بدأت بمرحلة قبليها اسمها الاورتيك سكليروسس. هاي الصوره شايفين هاي النورمال، اول بدايات البدايات بيكون عندي شويه كالسيوم بنسميها سكليروسس، انه بدايه تصلب للاورتيك فالف، بعديها بيزيد 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 بنسميه مايلد تو مودريت، يعني هذا نوعا ما شغال لسات المريض اسيمبتوماتيك. متى بيظهر عند الاعراض وبقدر اشخصه او بكتشف انه عنده اورتيك سكليروسس او اورتيك ستينوسس او كالسيفيكيشن للاورتا؟ لما يكون في هاي الحاله بيكون عندي سيفير اورتيك سكليروسس، بيكون نوعا ما امبيرمنت للشغل الاورتيك فالف تمام. طبعا هنا كيف الاشي بيصير تحت الميكروسكوب الى اخره، وهذا النورمال كيف لما يفتح، وهذا اللي صار فيه كالسيفيكيشن كيف الفتحة تاعته ضيقة لأنه نوعا ما هو قاسي. ولاحظوا شكل الليفلت أو الكوميرشال هاي الأطرافة متكرمشة لفوق ولبرا، يا رب تكونوا تخيلتوا الصورة. وهنا لما تكون مسكرة بتكون عاملات فيوجن الكوميرشال مع بعضهم، أنا اللفظ عندي خربان فسامحوني. بينما هون لما تسكر وهي فيها كالسيفيكيشن لأنه هي متكرمشة لبرا ولفوق يعني ما بسكروا على بعض تمام. وذاتس ات يعني. وهنا صورة ثانية. طيب الكلينيكال فيتشر، ان سيفير ديزيز فالف اورفيسز كان بي كومبرست باي از ماتش 70 to 80. شو هي الفالف اورفيسز؟ هي نفسها هاي الاوستيوم، اوستيوم نفسها، اوستيوم واورفيس نفس المعنى. هذول الاورفيسز ممكن نتيجة الكالسيفيكيشن لانه اثر على الساينسز تسكر 70-80% ممكن تسكر. هذا وين؟ في السيفير كيسز اللي بيوصل عندي المريض لحالة انه يظهر عليه سيمتومز. النورمال اريا تاعت هاي الاورفيسز 4-2 سنتيمتر، فانت تخيل انه 80% من هاي المساحة تسكرت، يعني شو ضل منها نص سنتي، يعني ما رح تأدي شغلها في هذا الوضع، لهيك بيجي المريض في سيمتومز. كارديك اوتبوت از مينتين. طب دقيقه انت بتحكي لي انه الاورتيك فالف ستينوسز والبلد مش كله بيطلع من الليفت فنتريكل، فكيف صاير عندي مينتيننج؟ نتيجه لانه ايش الفنتريكل بيساعدني في هذا الشيء، الفيرتشر اوف كونتراكتايل ليفت فنتريكولار هايبرتروفي. هلا احنا نتيجه انه الاورتيك فالف صار فيه ستينوسز، هلا رح يصير عندي بريشر باك فلو. هلا انا الليفت فنتريكل بدي اطلع الدم مني على الاورطة عن طريق الاورتيك فالف تمام. هلا لما الاورتيك فالف يكون فيه ستينوسز مش كل الدم رح يطلع، بالتالي في المفروض هلا زياده على الاندايستوليك فوليوم اللي بضل بالفنتريكل بعد السيستولي كونتراكشن. سيستولي كونتراكشن يا سلام، بعد السيستولي يعني بعد ما الفنتريكل يصير كونتراكشن المفروض يضل فيه دم كميه بسيطه اللي تكفيه هو لحاله، لكن لانه مش كل الدم قاعد بيطلع من الاورتيك فالف راح يزيد عندي كميه الدم اللي ضلت بالفنتريكل بعد الكونتراكشن، فراح ايش بزيد الضغط جوا الفنتريكل، فالقلب ايش بده يعمل ادابتيشن مع الضغط اللي هو صاير فيه، فما بقدر يعمل هايبربليجيا ويكثر عدد المايوكارديك سايتس، فشو بيعمل؟ بيعمل عندي هايبرتروفي، فبتضخم الفنتريكل. لما يتضخم بتزيد الباور اوف كونتراكشن، فنوعا ما بحاول انه
يعادل المشكلة اللي صارت نتيجة انه الأورتيك فالف صار فيه ستينوسس بانه يزيد الضغط لما ايش لما صار فيه هايبرتروفي انه بزيد الضغط عفوا اللي هي باور اوف كونتراكشن، لكن لمرحلة معينة هذا الاشي ببطل يكفي وبيبطل شغال فبصير عندي symptoms وبيجين المريض ميت، مش ميت يعني انه تعبان. So the chronic outflow obstruction can drive left ventricle pressure to 200 millimeter mercury or more. انه chronic outflow obstruction انه يعني هي نوعا ما المشكلة الكلاسيفيكيشن تراكمية، مش من الاول رح يصير عندي ventricular hypertrophy لكن نتيجة انه كل مرة جزء من blood flow ما بطلع كامل من الاورطة بضل جوا الventricle، اول مره ثاني مره ثالث مره بصير الفنتريكل، مشان هيك الفنتريكل بصير فيه هايبرتروفي. لو انها كانت فجاه مره واحده صار فيه ستينوسز ما بيكون القلب ما معه وقت يعمل ادابتيشن فممكن يموت المريض. اها سو هايبرتروفايد مايوكارديوم از برون تو اسكيميا. هلا نتيجه الفنتريكل لما صار فيها هايبرتروفي ممكن تضغط على الكورونري ارتري وتعملهم ابستراكشن فبيصير الدم اللي واصلها قليل فبصير عندي ايش اسكيميا، ولما يصير عندي اسكيميا بعض القلب رح يصير عندي chest pain angina may develop systolic and diastolic dysfunction. السيستولي والدايستولي ما رح يتكونوا او ما يعني رح يكونوا مخربطين اشي طبيعي لانه مش كل البلد بيطلع بالتالي الفينوس ريتيرن مش رح يكون مزبوط، بالتالي طب هدول التنتين بعتمد عليهم في السيستولي والدايستولي فرح يصير عندي impairment لهاي السيستوليك والدايستوليك contraction والدايستوليك. المهم collude to cause cardiac heart لا شو cardiac heart failure chronic heart failure او اتوقع انه heart failure and cardiac decompensation eventually انشوز يعني انشوز انه القلب مش قادر يتصرف خلص انا عملت hypertrophy رفعت الضغط حاولت اتكيف مع المشكلة اللي صارت لكن لمرحلة معينة خلص بصير عندي failure to adapt فبصير عندي chronic heart failure سميناها chronic لانها صارت على مراحل مش على مرحلة واحدة. Without surgical intervention 50-80% بيموتوا within 2-3 years. يعني اذا ما صار تدخل جراحي وزبطنا الوضع وشلنا الكلاسيفيكيشن عن الاورتيك فالف رح يصير عندي وفاة. وهيك خلصنا الاورتيك كلاسيفيكيشن. اتمنى اني وصلت لكم، يعني هو صراحة أصعب جزئية في الشرح لأنها أبسط من غيرها، يعني أنا أشوف الإشي البسيط شرحه صعب وفي معلومات في السلايد صراحة ما بعرف ليش موجودة غير عن الإمبيرمنت اللي قاعد بصير من حوالي يعني ضجة وهيك كل شوي بدي أقوم أسكتهم فسامحوني. وأي سؤال أنا جاهز إن شاء الله. ندخل على المرض الثاني ميكسوميتس ميترال فالف اللي قبل شوي حكينا عنه نتيجة الإكس جين، هو أيضا degenerative disease نتيجة إنه بصير عندي changes أو alteration للextracellular matrix وسميناها الميكسوميتس إنه مخاطية الإشي القاسي التف الرجد الكولاجين بيقل وبيزيد عندي أشياء تانية زي مين زي البروتيوغلايكنز. طيب هذا الإشي رح يؤدي إنه المادة حوالين الفالفز تتغير. One or both mitral leaflet أكتر إيش بتصير في المايترال حكينا المايترال رح يكون صديقنا في هاي المرحلة في هاي المحاضرة. فا والمايترال هيك شكله هذا الكوميشرال وهاي الليفلت أو الكاسبس. فهذول الليفلت في هاي الحالة رح يكونوا فلوبي فلوبي هيك طرية رخوة يعني هيك بتزلحط and prolapse. شو يعني prolapse؟ prolapse نوعا ما عكس regurgitation. هلا regurgitation لما كنا أو الستينوسز كنا نحكي الليفلت بترجع لفوق ولورا بجهة إيش الأوتفلو انه من الليفت اتريوم للليفت فنتريكل فهي بتكون موجهه للليفت فنتريكل، لكن هون البرولابس بتكون لا راجعه لورا راجعه لوين المايتر اللي حكينا بين الليفت اتريوم والليفت فنتريكل فهي راجعه على العكس اللي هو مين الليفت اتريوم فبتكون هيك شكلها الليفلت. هلا بورجيكم صوره هي اتفنن بتكون راجعه منتفخه لجوا زي هيك شايفين هلا هاي النورمال شايفين النورمال هاي المايترال هاي بتكون فاتحه في جهه مين المكان بجهه الليفت فنتريكل اللي لازم تضخ فيه، لكن هون شوفوا اللي صاير فيها برولابس يعني عكس الريجارجيتيشن نافخه لفوق هي هي مرتخيه بس مش مرتخيه لتحت مرتخيه لفوق فاهمين كيف وبتكون رقيقه لانه الاكسترا سيلور ماتريكس اللي هي الكولاجين المكونه للكاسبد نفسها للفالف نفسه ما فيهاش دعامة فبتكون رافعة لفوق. فهاي شوفوا هنا هاي النورمال بتكون عادي طبيعية
موجهة على المكان الاوت فلو للليفت فنتريكل. هون صار فيها برولابس، هون بيكون البالونينج كيف نافخة عاملة زي البالون، وإحنا بنعرف البالون لما ننفخه ونضلنا ننفخ وننفس ننفخ وننفس إيش بصير فيه، بصير رخو هيك، لو نفخته كمان مرة رح يصير إيش ينفجر، فهي كمان بتكون ضعيفة. إذا زاد الضغط عندي في الليفت فنتريكل ما رح تتحمله، رح إيش يصير فيها ربتشر، ويصير عندي إيش البلاد يدخل يصير يرجع من الليفت فنتريكل للليفت أتريوم. هون العكس، هون الريجارجيتيشن اللي حكينا عنها بداية المحاضرة إنه ما بتسكر كومبليتلي. شوفوا كيف هاي الليفلت الأولى وهاي الليفلت الثانية، شوفوا هون في دم، تطلعوا هون في النورمال ما في دم، الدم كلياته وين في الليفت فنتريكل. هون الأتريوم ما الفنتريكل ما بدخل على الأتريوم دم، لكن هون نتيجة إنه صار عندي ريجارجيتيشن وارتخت وما سكرت على المزبوط، في دم صار يرجع من الليفت الفنتريكل للليفت أتريوم. فهذا الفرق بين الريجارجيتيشن والبرولابس. البرولابس بتكون upward ballooning هيك عامل زي بالون ونافخة لجوة لجوة المكان اللي طالعة منه، تمام؟ بينما في الريجارجيتيشن هي مش قادرة تسكر، هي مرتخية هيك متوسعة ومتمددة ومش عارفة لما تسكر بضل جزء منها فاتح، بيؤدي انه يصير عندي back flow للبلد. فهاي البرولابس انه بالون باك انتو ذا ليفت اتريوم ديورينج سيستولي، السيستولي اللي هو الكونتراكشن، فبصير عندي كونتراكشن للفنتريكل عشان يصب الدم جوا الاورطة، فرح يرتفع الضغط نتيجة الكونتراكشن، فردة فعل الفالفز انهم يرجعوا. هلا في الوضع الطبيعي بيرجعوا شوي عادي مش محرزة، لكن بالميكسيمتس مايترال فالف برجع كثير هيك، واذا زاد الضغط عن الوضع الطبيعي في حالات او اشي صار عندي مشكلة معينة او كان الدم زيادة ممكن يصير عندهم رابتشر. سو برايمري، لما احكي برايمري انه كوز من نفس الفالف، برولابس از فورم اوف ميكسيمتس ماتيريال. اذا الاشي اللي ممكن يعمل، طبعا هون احنا بنحكي عن نوع من البرولابس. البرولابس انه الفالف يرجع للمكان اللي طالع منه عكس الاوت فلو هيك بعامل بالونينج، تمام؟ هلا هذا البرولابس بصير نتيجه الماكسيميتس. فلما احكي برايمري برولابس بيكون سببها ماكسيميتس. ليش برايمري؟ لانه في الفالف نفسها صار عندي اكستشينج الاكسترا سيلولار ماتريكس اللي حوالين الميترال فالف، سو اتس برايمري كوز او برايمري ديزيز. بصير عندي ديجريشن افكت افكتينج سم اوف 0.5 to 2. 4 of adults يعني مش كتيرة. Thus it's one of the most common forms of valvular heart disease. هي cause أو forms of a heart disease، وهي the most common form of a valvular disease. هلا قبل حكينا، دقيقة أرجع على السلايد، حكينا في acquired valvular disease، وهي طبعا acquired لانها مش congenital، هي لها علاقة في اشي صار اثناء حياتنا. ثلثين منهم نتيجة الاستينوسز في الاورتك والميترال فالف. هلا هون مش استينوسز، هنا برولابس في الميترال فالف نتيجة الماكسيميتس. one of the most common form للvalvular disease هي البرولابس أو primary mitral prolapse، يعني هي معلومة احفظوها ممكن تيجي MCQ. With women affected almost sevenfold more than men. I'm sorry for all feminists who are hearing me right now. إحنا معرضين للإصابة بالmyxomatous mitral valve sevenfold more than men. Okay. هاي إيش primary؟ لما تكون المشكلة بالvalve نفسها، لكن secondary إنه ديزيز ثاني أدى إنه يصير عندي ميكسيميتس ميترال فالف. لأ هنا والله وصلهم حقوق المرأة ونادوا بالمساواة بين الرجل والمرأة. So the secondary ميكسيميتس ميترال degeneration affect men and women equally and can occur in any one of number of setting in which mitral regurgitation is caused by some other underlying cause زي ischemic heart disease. هلا انه سكند الحكي انه بده يكون ديزيز ثاني عامل لي اياه، زي ايش؟ زي الاسكيميك هارت ديزيز. تمام. طيب هون شرحنا، شفنا كيف النورمال، وهون برضو هاي الميترال النورمال، لكن هون عامل برولابس راجعه وين؟ للجهه العكس للبلد فلو. هلا هيك المفروض الفلو ينزل، فهي لما تعمل برولابس للجهة العكسية هيك بتسمح للبلد يرجع
عكس اتجاهه، انا رايح فين، انا راجع تاني، رجع على الرايت للليفت اتريوم، المفروض انه يضل بالليفت فنتريكل، فبصير عندي بلود باك فلو. هلا الباثوجينيسيس لحد الان هي انون، انا بكيف على الانون. انا مرات بستغرب الصراحه انه وصلنا للقرن 21 وكل التطورات في هذا الطب ولا زال عندنا امراض unknown cause، وهذا إن دل على شيء دل على أننا ما أوتينا من العلم إلا قليلة، ولساتنا للطب مش متقدم كفاية إنه يفسر هيك أمراض. تمام. وطبعا القاعدة الذهبية، إذا عرف السبب بطل العجب. أنا كيف بدي أعمل diagnosis وtreatment إذا ما عملت underlying cause لهيك الأمراض هاي؟ بتلاقي علاجاتها كثيرة، وإيش بيزبط إيش ما بيزبط، وناس بتتأثر أكثر من غيرها إلى آخره. المهم مش هذا موضوعنا. So the basis of a primary maximitus degeneration of the mitral valve is unknown. هاي البرايمري اللي إيش حكينا إنه بالفالف نفسه. السكندري بتكون نتيجة disease ثاني، فهي معروفة إنه نتيجة ischemic heart disease، مش واصلني دم مزبوط، فأنا ضعفت، تراخيت، عملت extracellular matrix، صار لها diminished، فصار عندي prolapse. So maximitus degeneration حكينا هي primary، وإحنا حكينا the most common form of valvular disease of the mitral valve is common feature of Marfan syndrome. هلا شو Marfan syndrome؟ Marfan syndrome طبعا هاي الصراحة مصيبة، لأنه بتصيب الجسم كله. هي عبارة عن syndrome الجسم ما بيصنع البروتين بشكل صحيح، يعني هي نوعا ما ديس ميتابوليزم للبروتين، الميتابوليزم تاعت البروتين في الجسم خربانة. طب انا كل الستركتشر عندي في الجسم بروتين، كل الطاقة عندي في الجسم بروتين، مش كلها يعني، انه اعتماد 80% من الجسم اعتماده على البروتين في اكثر من شغلة، ستركتشرال، فانكشنال، الانتي بوديز والى اخره يعني. فهنا طبعا البروتينات الخاصة في مين؟ في تصنيع الكونكتيف تيشو. طب انا الكونكتيف تيشو تاع الفالف في عندي كولاجين، في عندي إلاستين، في عندي فايبرز، كلها هاي رح سلها دمنشت، رح تقل، فرح ترتخي، رح تصير السوليد ماتيريال أو ماتريكس في هاي الفال قليلة، فرح تصير هيك رخوة لزجة مخاطية ما فيها أشياء قاسية. تمام. فبتصير عندي فالمكسيميتا، إذن البرايمري مكسيميتاس ديجنريشن مش معروف الكوز تاعه، لكن هاي المكسيميتاس ديجنريشن ممكن تكون فيتشر لأحد الأمراض. طيب سامحوني جماعة، بس صدقا الموضوع مش في إيدي يعني. المهم فكنا نحكي عن الباثوجينيسيس للميكسيميتس ديجنريشن، حكينا هي برايمري، بالتالي المشكلة بالفالف نفسها، ما فيش سكندري كوز. هو بيحكوا إنه هي unknown الباثوجينيسيس، لكن هي الميكسيميتس ديجنريشن ممكن تكون فيتشر لديزيز الثانية زي المارفان سيندروم. هي سيندروم بيكون في عندي مشاكل في تصنيع البروتينات لازم إلى الأشياء الكونكتيف تيشو، فأصلاً الإكستراسيلر ماتريكس في كل الجسم بيكون فيها مشاكل. ممكن تكون في الأذر كونكتيف تيشو ديس أوردر غير المارفان سيندروم زي السكوليوسيس. السكوليوسيس بيكون زي انحناء في العمود الفقري نتيجة ديفكت في الكونكتيف تيشو، أو هاي أرشيد باليت برضو بالعمود الفقري. ممكن تكون ميكسيميتس ديجنريشن فيتشر لهاي السيندروم، مش مهم التفاصيل، بس أهم شيء تعرفوا إنهم ممكن يعملوا primary ميكسيميتس ديجنريشن. secondary ميكسيميتس changes presently result from injury. لا، بدي يكون عندي ديزيز ثاني عملها، زي انه يصير عندي انجري في الفالف مايوفايبروبلاست اللي هي الخلايا المسؤولة عن الفايبروبلاست الفايبرز تمام imposed by chronically aberrant hemodynamic forces. هون بيكون عندي الهيمودايناميك للبلود فيسلز فيها مشكلة مش مظبوطة، فالفورسز اللي في البلود فيسلز او في الهارت اللي بضخ دم بتكون مش مظبوطه، فبتعمل عندي انجري في المايوفايبروبلاست، بيسوي عندي تغيير في الاكسترا سيلر ماتريكس، ببطل تفرز عندي فايبرز والاستين وكونكتيف تيشو وهي الشغلات، فبصير عندي ميكسيميتس تشينجز. زي ايش الابيرنت هيمودايناميك فورسز؟ زي الاسكيميك هارت ديزيز، الهارت فيلير، الارديميا، كلها هاي بنتج عندي انه القلب مش بضخ بالفورسز المظبوطه ولا بالطريقه المظبوطه. هلا المورفولوجي حكينا بالونينج او هودينج، بتكون الميترال ليفلت بتكون راجع على جهه الليفت اتريوم، الافكتد ليفلت بتكون انلارج اضخم، ريدندنت رخوه مرتخيه هيك سميكه، وربري بتكون زي المطاطه
مش ثقيلة ومش قوية وبتتحمل البريشر اللي بصير فيها، لا بتكون يعني هيك مطاطية أكثر، لأنه الإكسترا سيلر ماتريكس راح منها الكولاجين والإلاستين. The tendineous cords اللي هم ماسكات فيها، هاي الماسكات في الميترال فالف اللي شفناهم قبل، also tend to be elongated, thin and occasionally ruptured، بيكونوا طوال ونحاف زي كأنه مسكناهم ومطيناهم، وبيكونوا أضعف من قبل بما أنهم صار لهم thinning و elongation، فبيكونوا ممكن يسووا لي رابتشر. واحنا حكينا لما يصير فيهم رابتشر ايش راح يصير في عندي؟ ريجارجيتيشن. تمام. ان ذوس برايمري ميترال ديزيز اللي هم الميكسيميتس، دقيقه ايش اسمها، ميكسيميتس ديجنريشن، الكونكوميتنت تراكاسبيد فالف انفولفمنت از فريكوينت 20-40 اوف كيسز. احنا حكينا في الميترال اكثر شيء، لكن ممكن تصير في التراكاسبيد اللي هو بين الرايت والليفت والرايت فنتريكل والرايت اتريوم ب20-40 من الكيسز، يعني اقل من الميترال. ليس كومونلي في الاورتيك والبالمونيك فالف، يعني ممكن لكن هم الميكسيميتس اكثر شيء في الميترال. ممكن تصير في التراكاسبيد، ليس في الاورتيك، واخر شيء البالمونيك فالف. البالمونري فالف نادر جدا ما يصير فيه ديفكت. ان هيستولوجيك اكزامينيشن ايش رح نشوف تحت الميكروسكوب؟ اسينشال تشينجز از ثينينج اوف ذا فالف، رح نلاقي الفالف زي ما حكينا نحيفه. الفالف لاير، الفالف نفسها الورقة بتكون كبيرة وسميكة ومطاطية ورخوة، لكن تحت الميكروسكوب هلا رح أورجيكم الصورة طبقاتها. أول طبقة اللي هي الفايبروزا، الفايبروزا اللي هي الأوتر لاير، خلينا نحكي إنه من برا. هلا أنا بمسك الفالف، هاي طبقاته في عندي، مش عارف إذا هاي الصورة، في عندي طبقة الفايبروزا من هاي الاندوثيليال سيلز اللي هي تاعت ال، احنا بنعرف انه الفالف مغطى في ايش؟ في تكملة الاندوكارديوم او اللي هي الاندوكارديوم. تمام، بلف عليه صح. فعندي اول اشي الايش؟ الاندوثيليال سيلز. تحتيها في عندي اول طبقة اللي هي الفايبروزا اللي الاوتر موست، في عندي تحتيها ايش؟ شايفين هذا ايش؟ الاكسترا سيلر ماتريكس، شوفيها كولاجين. هلا هذا الكولاجين راح يروح. بعدين في عندي السبونجيوزا اللي فيها الانترستيشال سيلز، برضه هون في عندي فيهم كلهم، في عندي انترستيشال سيلز، في عندي الجلايكو جلايكوزا ماي جلايكان، راح نلاقيها زادت لانه احنا حكينا بصير عندي ديمينيشت في الكولاجين فايبر والالاستين، بيزيد عندي الجلايكو الجلايكانز يعني. تمام. وهون عندي الفنتريكولاريس اللي هي الانر موست. تمام، هاي اخر طبقة وهاي اول طبقة. هلا اللي بصير عندي انه الفايبروزا بصير فيها ثينينج، لانه ايش؟ الكولاجين موجود في هاي الفايبروزا، فالكولاجين بتكسر 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 بيروح، فبتصير صغيرة. بينما الميدل لاير او الهي سبونجيوزا، وين راح الماوس، رح يصير عندي زيادة في الجلايكو امينو جلايكانز، فبتصير ايش؟ كبيرة. يا ربي. تمام، فالفايبروزا الكولاجين بيروح منها بتصير صغيرة، السبونجيوزا بيزيد فيها الجلايكانز فبتصير ثينينج اكسبانجن يعني بتزيد. و بس هاي التغيرات يعني، هاي زي ما احنا هون شايفين هاي النورمال، هاي الاكسترا سيلر ماتريكس، هيها في عندي الاستيك فايبرز، في عندي كولاجين فايبرز، هذا كلياته بتكسر. شوفوا كيف الكولاجين صار صغير، يا دوب هيك قطع. الالاستين اختفى، صار هيك منثور، بينما الجلايكانز زادوا. فايش صار عندي؟ شايفين هاي طبقة السبونجيوزا بتزيد، بتصير ثيكنينج او اكسبانشن بتعمل، بينما الفايبروز اللي هي اول طبقة بتصير صغيرة صغيرة صغيرة. شوفوا الاكسبانشن وين صار؟ في الطبقة الوسط. الطبقة الوسط ما بعتمد عليها في الدعامة، بعتمد عليها في الغذاء، في الجلايكانز، في البروتينز، لكن الاعتماد في التراجيديتي او الصلابه او الدعامه تاعت الفالف بتعتمد على الكولاجين الموجود في طبقه الفايبروزا. فهاي عند النورمال، هاي ايرلي يعني بتكون شويها بلشة، هاي الفايبروزا بتكون على الطرف. شوفوا الفايبروزا بلشت تصير فيها تتقلص، الميديا السبونجوزا بلشت ايش؟ تكبر. شوفوا هون ما فيش فايبرز، ما فيش كولاجين، ما فيش إلاستين، كلها ايش؟ جلايكانز. وهنا نفس الاشي، هاي متقدمة بتكون الفايبروز نوعا ما اختفت كلياتها، صارت ما فيش جلايكوجين، الجلايكوجين بيكون لونه ابيض. شوفوا هون شوي كان في فايبرز، هون لا مختفي، هون برضو صورة تانية. المهم هذا اللي بصير، انه بصير عندي
thinning في الفايبروزا اللي هي الاوتر لاير اللي بيكون فيها الكولاجين، بينما بصير عندي expansion في الميدل سبونجوز اللي شو ورجيناكم اياها اللي بيكون فيها الجلايكو امينو جلايكنز، فبصير عندي deposition للميكسوميتس. الميكسوميتس اللي هي ميوكويد ماتيريال اللي هي المادة المخاطية ضعيفة ما بتقدر تدعم عند الفالف، وهاي الميكسوميتس degeneration. شوفوا عندنا في شايفين كيف الكاب تاعتها او البالونينج او الهود راج على الرايت اتريوم، والاتريوم نتيجة انه راجعة عليه ممكن انها يصير فيها رابتشر ويدخل دم، فصار عندي دايليتيشن للاتريوم. تمام و بس ثالث مرض رح نحكي عنه اللي هو انفكتيف اندوكاردايتس. هلا احنا خلص هيك خلصنا الفالفولر ديزيز، الجزء الصعب الصراحة في المحاضرة راح. هلا نصيحة نصيحة جميلة جدا، يا بتدرسوا محاضرة المايكرو قبل هاي المحاضرة، يا اما مباشرة بعد هاي المحاضرة بتروحوا على محاضرة المايكرو، انها نفسها محاضرة الباثو بس انه فيها شوية نسب وارقام وتخابيص مش اساسية الصراحة، لكن اللي بفهم هاي بفهم هاي واللي بفهم هذيك بفهم هاي. تمام، فبسم الله نبلش اللي هي انفكتيف اندوكاردايتس. اندوكاردايتس يعني بدي يصير عندي انفلاميشن في الاندوكارديوم لاير، انفكتيف معناته نتيجة انفكشن. So is a microbial infection. Microbe, bacterium, virus, fungi. رح نشوف إن الفانجاي هنا نذل الصراحة في هذا المرض. Infection of the heart valves. طبعاً ليه إحنا هنا بنحكي عن الإندوكارديوم؟ إحنا بنعرف إنه بالهيستولوجي الفالف في إيش بتتغلف؟ في الإندوكارديوم. So any defect in the endocardium layer will affect the valves. فهلا الطبقات الهارت كلهم ممكن يصير فيهم انفلاميشن، كلهم بس يعني ممكن اخذنا بالريوماتيك ديزيز ممكن يصير عندي بيريكاردايتس اندوكاردايتس مايوكاردايتس كلهم بصير فيهم انفكشن، لكن احنا مين اللي رح نحكي عن الاندوكاردايتس اللي هو الانفكشن في الاندوكارديوم لاير، فهون بيكون عندي مايكروبيال انفكشن اوف ذا هارت فالفز او الميورال اندوكارديوم. لما احكي ميورال انه هي جداريه، هلا ليه حكينا ميورال؟ لانه زي ما حكيت لكم الاندوكارديوم بلف القلب من جوا وبغطي الفالف، فيا اما بصير الانفكشن في الاندوكارديوم اللي حوالين الفالف، يا اما بصير في الانفكشن في الاندوكارديوم الميورال اللي على جدار القلب من جوا. هذا الاشي بيعمل عندي بنسميه اشي بنسميه فيجيتيشن. فيجيتيشن زي بؤرة، زي تجمع، اشي مقرف. هلا بيكون في جواته مكونات، هاي الفيجيتيشن الموجودة في الانفكتيف اندوكارديتس رح يكون فيها ثرومبوتيك ديبرس اند اورجانيزم. ثرومبوتيك ديبرس نتيجة الثرومبوسز. هلا اي ليجن، اي انفكشن، اي اشي بحفز تكوين الثرومبوس، فبتيجي البليتلت وبتيجي الاشياء وبتكون عند الثرومبوس، بتساهم في الفيجيتيشن. والاورجانيزم اللي هي الميكروب اللي عامل عندي انفكشن، بكتيريا، فيروس، فانجس والى اخره. اوفن اسوشييتد وذ ديستربشن اوف ذا اندرلاين كاردياك تيشو. ف الاندوكارديوم بصير فيه انفكشن وبصير عندي فيجيتيشن، ممكن ياثر على الطبقات اللي تحتيه الميوكارديوم والبريكارديوم والى اخره. اول ذا فانجاي والريكتاجيا، ريكتاجيا هي ايجنت للكيو فيفر. حاولت اقرا عنها انه هاي مرض بتسويه الكوكسيلا بورينتي ما اعرف تقراها، المهم نتيجه هاي البكتيريا. تمام، هي انفكتيف بكتيريا، المهم مش مهم التفاصيل، المهم تعرفوا اسماء البكتيريا اللي ممكن تعمل عندي انفكتيف اندوكاردايتس. فانجاي والريكتاسيا اكتساي ما ادري ابصر ايش هاي الكلمه، والكلاميديا سبيشيز كان كوز اندوكاردايتس. ذا فاست ماجوريتي اوف كيسز ار كوزد باي اكسترا سيلولار بكتيريا. يعني في عندي انترا سيلولار بكتيريا، يس. هلا احنا بنعرف انه في عندنا بكتيريا النورمال فلورا بتكون جوا الجسم، في اماكن معينه بتعيش بتكون سليمه وما بتاثر ما بتعمل امراض، لكن مجرد انها تنتقل من مكان اللي هي موجوده فيه، مثلا بتعيش بالسكن تنتقل على البلاد بتعمل انفكشن، بتعيش بالاورال تنتقل على الستومك بتعمل انفكشن، وهكذا. الاكسترا سيلر انه لا هي من برا، هي مش نورمال فلورا، اخذتها من جو من مرض من إشي زي من المستشفى، زي الفانجاي، زي الريكتاسيا، زي الكلاميديا، زي الستاف اوريا، مش الستاف اوريا، لا الستاف اورياس هي موجوده في الابيديرمس. هلا رح نشوفهم. Infective endocarditis is classified into acute and subacute forms based on the tempo and severity of clinical course. في عندنا نوعان infective endocarditis حسب السرعة وحسب الخطورة. الأسرع والأخطر هو الأكيوت، الأقل خطورة والأبطأ هو subacute. تمام؟ أوكي، هاي عندي الهارت، هاي عندي البكتيريا. أنا حبيت الصورة هاي لأنه فيها ألوان، وهاي الأورتيك فالف. أوكي، فهي جت عملت إيش؟ Infection للأورتيك فالف.
تمام. فعملت عندي ايش انفكتيف اندوكاردايتس اوف اورتيكال، هاي النورمال، هاي المعمول انفكشن. شوفوا كيف كيف صغر، كيف هيك فتح بطل مسكر على الاخير، صار فيه ريجارجيتيشن. تمام ديستركشن، هذا اللي بميز الانفكتيف عن النون انفكتيف اللي رح ناخذها كمان شوي، انه بصير عندي ديستركشن للتشو، ديستركشن للشيء المكان بتصير فيه. هاي السب اكيوت وهاي الاكيوت. شوف السب اكيوت شوي ضايل معالم للفالف، والفيجيتيشن بتكون صغيره نوعا ما. وهون السب اكيوت في الميترال فالف، هون اللي هو بين الليفت اتريوم والليفت فنتريكل. طبعا هون احنا فاتحين القلب يعني. ف نتيجه الستريب فيريدنس، الستريب فيريدنس هي نورمال فلورا موجوده وين في الاورال كافيتي. بصير عندي سيرجري في الماوث، بقلع طاحونته بيحشيها، او يعني عندنا مليان عمليات بالماوث، فبتنتقل نتيجة هذا الاشي للبلد، بتمشي مع البلد بتوصل على القلب بتعمل عندي انفكشن. اكيوت اندوكارديتس هنا في البايكاسبيد، هنا بالستاف اوريس، هاي اندو او انتراسيلولر، او بنسمي انتراسيلولر بكتيريا، هنا لا اكستراسيلولر اللي هي ستاف اوريس. الستاف اوريس ليش طبعا هون الاكيوت اخطر، الستاف اوريس اصلا هي خطيرة ومور توكسيك ذان الفيريدنس، والفيريولانس لها اعلى لانها بتفرز توكسينز خطيره، فبيكون المرض الناتج عنها اخطر من الفيريدنس. تمام طيب الاكيوت والسب اكيوت حكينا، الاكيوت اسرع واخطر والسب اكيوت ابطا واقل خطوره. ريفير تو تيوميليتوس، تيوميليتوس يعني irregular، يعني مضطرب، او بنسميها بيكون عنيف هائج هيك، بيجي طب مره واحده وبيكون بقوه. destructive infection، destructive يعني رح يصير عند destruction وتكسير وتهديم للstructure اللي رح يصير فيها infection، للvalve، للcardia، للendocardium layer. تمام frequently involve a highly virulent organism attacking a previously normal valve. هلا هون كمان لازم نركز شوي، انه بالأكيوت بيكون بيكون عنيف وبيكون destructive أكثر، وبيكون الvirulent organism اللي عامل infection البكتيريا أو الفيروس خطير جدا زي الستاف أوريس، وبتكون الفالف نورمال، يعني هو خطير كفايه انه يعمل انفكشن خطير في الفالف السليمه. associated with substantial morbidity and mortality، ممكن يؤدي للوفاه even with appropriate antibiotic therapy and or surgery، يعني ممكن المريض بعد ما يصير عنده acute endocarditis لا الانتيبايوتيك يزبط ولا السيرجري يزبط ويموت. تمام يعني مش دائما الحل، مش دائما العلاج مضمون، لكن الصب اكيوت العكس، بيكون الانفكشن من الاورجانيزم بتكون اقل خطوره، low virulence affecting previously abnormal heart، يعني already الفالف فيه مشكله ساعدت انه يعمل عندي انفكشن، يعني ما راح تلاقي صب اكيوت في النورمال. تمام لانها مش يعني هيك تافهه او مش خطيره، ما عندها الخطوره الكافيه انها تعمل انفكشن للنورمال فالف، فهو القلب بيكون already abnormal، بيكون مثلا فيه سكارينج، سكارد اور ديفورمد فالفز، انه الفالف صاير فيها سكارينج او متشوهه، فبتساهم في انه يصير عندي سب اكوت اندوكاردايتس من لو فيريولنس اورجانيزم. ذا ديزيز تايبيكلي ابييرز انسيديسلي، انسيديسلي يعني انه تدريجي كرونيك، مش زي الاكوت، الاكوت حكينا مره واحده بصير، لكن هون لا بالتدريج. اذا اف انتريتد يعني حتى لو ما تعالج، فولوز ا بروتريكتد كورس اوف ويكس تو مانثس، موست بيشنتس ريكفر افتر ابروبريت انتيبايوتيك ثيرابي، يعني حتى لو طولت عبال ما اكتشفته عبال ما عالجته، appropriate antibiotic علاج مناسب خلال أشهر لأسابيع بشفى المريض، فشفاءه أسهل من الأكيوت ومضمون أكثر. هلا الباثوجينيسيس، الانفكتيف اندوكارديتس كان ديفلوب اون بريفيوس للنورمال فالف، زي مين؟ زي الأكيوت، بتكون فيريلنس أورجانيزم بفرز توكسينز بيعمل انفكشن للنورمال فالف ما فيهاش مشاكل، لكن الكارديك ابنورماليتيز بريدسبوز تو ساتش انفكشنز، انه اذا كان عندي الكارديك ابنورمال او الفالف ابنورمال او فيهم ديفكت معين، بتساعد او بتزيد من احتماليه يصير عندي انفكشن، وخاصه السب اكيوت انفكشن، لانه الاورجانيزم بتكون ضعيفه فبدها شيء يساعدها انها تعمل انفكشن. زي ايش؟ زي الريوماتيك هارت ديزيز، زي الميترال فالف برولابس اللي اخذناه قبل شوي، زي البايكاسبيد اورتيك فالف، حكينا كونجنيتال اكوايرد
congenital acquired لا إله إلا الله congenital problem and the classic valvular stenosis اللي أخذناها كلياتهم predispose إنه يصير عندي infective endocarditis. البروستاتيك هارت فالفز هاي ديسكاس ليتر رح ناخذ عنهم محاضرات لقدام انه بركبوا فالف صناعية نتيجة انه الفالف النورمال عندهم خربت او كان عندهم مشكلة معينة فركبوا صناعي. هذول الصناعيات نسبة يصير في عندهم انفكشن اكثر. ليش؟ اولا يعني ما في اشي زي الطبيعي. ثانيا اثناء السيرجري او وهو في المستشفى ممكن ياخذ عدوى من المستشفى ويعمل عندي انفكشن. account for 10 to 20% of all cases effective endocarditis. Infective endocarditis 20% منهم بيكونوا prosthetic heart valves. هلا ايش بصير؟ sterile platelet fibrin deposit at sites of pacemaker lines, indwelling vascular catheters or endocardium damage. متى بصير عند الانفكشن؟ يا اما بتيجي البليتلت مع الفايبرين بصير لهم deposition في pacemaker lines اللي في الاس اي نود. يعني متى بصير إشي؟ هذول الناس اللي بيكون عندهم الخثرة تكوينها عالي أو الكوأجليبيليتي أعلى من غيرهم، فبصير عندي بلزقوا هاي البليت اللي تتجمع على البيسميكر لاينز أو اللي بيعملوا قسطرة الفاسكول كيثرز اللي بتكون اندويلينج يعني بتضلها بجسم المريض تمام، أو بصير عندي اندوكارديوم دامج إنه التشو الاندوكارديوم لاير بصير لها دامج نتيجة إنه الفلو بيكون عالي الضغط بيكون عالي ما بتتحملها فبصير عندي دمج. stemming from pre-existing cardiac disease يعني هذول الأشياء بيكون عندي disease في الهارت بيؤدي إنه يتكون عندي platelet fibrin اللي هي الصفائح بتتجمع على المكان والكيثرز يعني معروف إنه الناس اللي بتعمل قسطرة، أو بصير عندي دمج بسبب هذا cardiac disease. كلياتهم بيساهموا أو بيكونوا عش مناسب لنمو البكتيريا attract bacteria seeding and development of endocarditis. يعني هاي الشغلات البليتلت فايبرين ديبوزيشن والفاسكولار كيثرز والاندوكارديوم دامج كلهم بيجيبوا البكتيريا بيحفزوا انها تيجي تنمو وتعمل عندي انفكتيف اندوكارديتس. هلا الهوست هذا ايش؟ هلا نحكي عن الهوست فاكتورز انه في عندي مشاكل عند المريض ممكن تساهم انها تزيد احتماليه اصابته في الانفكتيف اندوكارديتس زي نيتروبينيا انه ما عندوش نيتروفيلز تمام، اميون ديفيشنسي مناعته نازله، مالجنسي سرطانات الله يعافينا، الدايبيتس ميليتس اللي هو سكري اصلا امراض يعني مرضى السكري الله يشفيهم ويعافيهم نوعا ما كل الامراض عندهم نسبتها اعلى من غيرهم. الكحول او الانترافينس دراج ابيوزر او ابيوز لا لانه لما يعملوا انكريز ذا ريسك اوف انفكتيف اندوكارديتس اند ادفيرسلي افكت اوتكمز هذول الاشياء بتزيد احتماليه يصير عندهم انفكتيف اندوكارديتس وكمان بياثر بطريقه سلبيه على الاوتكمز من الناس الطبيعيه اللي بصير فيهم الانفكتيف. الانترافينس دراج ابيوز اللي بيستعملوا الابر الادويه خاصه الدراجز وهاي الشغلات اصلا ما بيكونوا كتير معقمات وما فيش نظافه ومرات الابره نفسها بتمر على اكثر من واحد فممكن نتيجه الخطا في ادخالها ولانه مش كتير بيهتم في الموضوع فممكن يدخل بكتيريا من الابيديرمس. الستاف اوريس موجود كتير على الابيديرمس ممكن اصلا الابره يكون فيها مشاكل فهاي الابره الدرج اللي فيها وين دي يروح؟ دي يمشي في الفينز. الفينز وين دي يصب؟ في الرايت اتريوم. من الرايت اتريوم للرايت فنتريكل. الرايت فنتريكل راح يودي الدم والدم يمشي وان دي صب مقره في الرايت ليفت فنتريكل ليفت اتريوم والليفت فنتريكل. لهيك هذا الاشي يعني هيك بينتقل الملوث عن طريقه. كمان شوي راح تشوف انه الترايكاسبت اكثر اشي لانه مباشره الفينوس وين بيروح؟ على الرايت اتريوم للرايت اتريوم للرايت فنتريكل فاول فالف بلاقيه طريقه هو الترايكاسبت. هاي الفيجيتيشن اللي بصير عندي نيوتروفيلز هي هم عندي فايبرين والبليتلت وهي البكتيريال كولونيز بتكون النيوتروفيلز محاطتها وهنا نفس الاشي في عندي البليتلت. هذا اورتيك فيجيتيشن هذا اورتيك فالف الفيجيتيشن صاير عند الكوميشرال تمام فهي عندي البليتلت عندي هنا ال WBCs عندي هون RBCs وهذا الفايبرين اللي صار له ديبوزيشن عون على المنطقة هاي هاي الاندوثيليوم طبعا وهاي البكتيريا اللي لونها ازرق وهذا اللي جوا هاي الاكتيفيتد اندوثيليال لانه بس يصير عندي انفكشن بيصير لها اكتيفيشن فبتصير تعمل اتراكشن للانفلاماتوري سيلز والفايبرين وهاي الشغلات فهذا كله بنسميه فيجيتيشن تمام. طيب
الكوزاتيف اورجانيزم ديفر ديبيندينج اون ذا اندرلاينج ريسك فاكتورز، يعني البكتيريا او الفانجاي تختلف حسب شو الإشي اللي عمل لي انفكتيف اندوكاردايتس. فمثلا اذا كانت جراحه في الفم رح تكون الفيردنس الموجوده بالاورال هي اللي عملت الانفكشن، اذا كانت دراج ابيوزر رح تكون ستاف اوريس اكثر إشي مثلا زي هيك، اذا كانت في الهوسبيتال بدي اشوف شو اكثر اشياء بتكون موجوده في الهوسبيتال زي الابيدرميدس مثلا او في الستاف اوريس وهكذا. 50-60% من الكيسز اوكرينج اون دامجد او ديفورمد فالفز ار كوزد باي ستريبتوكوكس فيردنس اور ريليتيفلي بينال جروب اوف نورمال اورال فلورا. هنا deformed أو damaged valves يعني الهارت أصلا abnormal يعني أصلا ضعيف الفالف، بالتالي رح يكون عندي sub acute يعني البكتيريا اللي رح تعمل الانفكشن بتكون أصلا ضعيفة لكن هي عملت انفكشن لأنه الفالف ضعيف، زي مين؟ زي streptococcus viridans اللي هي موجودة في normal oral flora بطريقة ما انتقلت وصلت القلب عملت الانفكشن لقت أنه الفالف already خربانة فكيفت عملت انفكشن بنسميه sub acute تمام. لكن في الكونترا هذا ايش بتكون بسيط الموضوع، لكن على النقيض من ذلك المور فيريولنس ستاف اوريس، ستاف اوريس بتكون اقوى من غيرها موجوده على السكن ممكن تعمل اتاك للهيلثي يعني الفالف سليمه والقلب سليم وما عنده مشاكل، لكن لانها اقوى ممكن تعمل عندي اكيوت انفكتيف انتوكارديتس as well وممكن ايضا تعمل الديفورمد، يعني مش شرط انه ديفورمد فالف معناته بس الستريبتوكوكس فيريدنس، لكن الاكثر شيء ممكن الستريبتوكوكس فيريدنس ونادر ما تلاقي انه النورمال فالف يصير فيها الستريبتوكوكس فيريدنس انفكشن لانها ضعيفه ما بتقدر تعمل، لكن ستاف اوريس بوث النورمال والابنورمال فالف ممكن تعمل لهم انفكشن. Deformed valves are responsible for 10-20% of cases overall. 10-20% من الانفكتيف انتوكارديتس سببه الاوريس. Major offender infections occurring in the intravenous drug abusers. ليه؟ لانه حكينا انه الستاف اوريس هي common للسكن، فهو الدرج اللي بيعمل الانتروفينوس دراج راح يدخلها بالفين الابره، فممكن الابره تحمل معها الاوريس من السكن وتدخل اياها على البلد او الاوريدي السكن المفتوح نتيجه الانجكشن تدخل منه الستاف اوريس. Additional bacterial agent include إيش كمان ممكن يعمل عندي ال IE enterococci اللي هم بنسميهم الهيك جروب اللي هم الهيموفيلس والأكتينوباسيلس والكارديوبكتيريوم والإكينال، هاي حفظ يعني أنواع البكتيريا ممكن نلاقيها والكينجيلا، هذول كلهم موجودات في محاضرة المايكرو. All commensal in the oral cavity كلهم هذول موجودين في الأورال كافيتي normal flora، إذا دخلوا الكارديك ممكن يعملوا الكارديك infection. More rarely نادر جدا ما تكون بسبب الجرام نيجاتيف باسيلاي اند فانجاي، لكن هذول الاخطر تمام. In about 10% of cases endocarditis no organism is isolated from the blood culture negative، يعني هون بجيب المريض عنده infective endocarditis بعمل isolation بعمل culturing ما بلاقي عندي organism، شو السبب؟ يعني بحكي له انه خلاص انه ما عندك endocarditis، لا يا جماعه مش هيك. اما بيكون المريض احنا يعني كتير ركز عليها دكتور محمد بمحاضرات المايكرو انه ما تعمل كلتشر ما تعطي انتيبايوتيك قبل ما تعمل كلتشر تمام، انه فهذا المريض بيكون ماخذ انتيبايوتيك مقلل اعداد البكتيريا فما راح يطلع معي بالكلتشر بكتيريا لكن هو مصاب، فانا هون راح اعطيه فولس نيجاتيف. Difficulty to isolating offending agent بيكون الايجنت كثير ملزق في المكان لدرجة انه ما قدرت اعمل له isolation في الكلتشر. Because deeply embedded organism within the enlarging vegetation are not readily released into the blood. يعني إما المريض بيكون ماخذ antibiotic فما طلع عندي بكتيريا بالعينة بالكلتشر، أو إما إنه أنا ما قدرت أعملها isolation يمكن الكلتشرينج ما ناسبت البكتيريا الموجودة ما قدرت أحزرها أو ما نمت عندي أو بسبب ما يعني، أو بتكون جوا الفيجيتيشن هاي البكتيريا ولسه ما طلعت على البلد فبالتالي ما رح أشوفها في الكلتشر تمام، فهذا كله فالس نيجاتيف كلتشر. هلا المورفولوجي سواء بالكيوت أو سب أكيوت رح يكون عندي الديزيز فرايبل، الفيجيتيشن بتكون فرايبل يعني قابلة للكسر بالكي كبيرة potentially destructive vegetations containing إيش رح ألاقي فيها الفايبرين والإنفلاماتوري سيلز الميكرو أورجانيزمز are present on the heart valves، يعني الفيجيتيشن نفسها رح ألاقي فيها الإنفلاماتوري سيلز والفايبرين والأورجانيزم هذول رح يكونوا على الفالف تمام، رح تكون فرايبل يعني قابلة للكسر ومصيبة إذا تكسرت لأنه فيها فايبرين وبليتلت، فإذا تكسرت رح تعمل عندي إمبولاي رح تمشي بالدم رح تلاقي سمول بلد فيسل تعمل له إكلوجن وندخل في الإنفاركشن والإسكيميا والستروك وإلى آخره.
So the aortic and mitral valve are most common sites of infection. أكتر مكان بصير فيه أكتر valve بصير فيهم ischemic infective endocarditis هم الأورتيك والميترال. Although the tricuspid valve is frequent target in sitting intravenous drug abuse, وهاي حكيت لكم إياها قبل شوي. إنه الدرج أبيوزرز بيدخلوا الانجكشن في الفينز فبيمشي البكتيريا مع الفينز بيصب في الرايت أتريوم بيدخل على الرايت فنتريكل فهناك أول فالف بيقابلني مين التريكاسبيد فبيعمل فيه انفكشن. فيجيتيشنز ماي بي سينجل أو مرتبل ممكن ألاقي فيجيتيشن واحدة أو أكتر ماي انفولف مور ذان وان فالف ممكن مش بس الميترال ممكن كمان الأورتيك والميترال والتريكاسبيد في آلن معنى الثلاثة. They can sometimes erode into the underlying myocardium to produce an abscess cavity بنسميها الرينج abscess إنه ممكن كمان يدخل مش بس يكتفي في الفالف لا يوصل للإندوكارديوم يعمل عندي abscess ويكون عندي إشي بنسميه رينج abscess. شدق للإمبولاي لأنه حكينا هي friable فهي قابل إنه يصير فيها rupture وممكن يصير فيها شدق أو erosion فبيطلع عندي إمبولاي is common because of the friable nature of the vegetations. إذا لأنه هي طبيعتها friable فقابل ممكن تعمل عندي إمبولاي. Since the fragmented vegetations contain large number of organisms, abscesses often develop in the site where إمبولاي laid, leading to development of septic infarcts and aneurysms resulting from bacterial infection in the arterial wall بنسميها mitotic aneurysm. لأن هلا إحنا حكينا هي friable فممكن تتكسر وتعمل عندي إمبولاي تمشي هاي الإمبولاي. والإمبولاي هاي إيش ممكن يكون فيها المايكرو أورجانيزم اللي عمل إنفكشن فوين ما عملت عندي أوبستراكشن يعني وين ما وقفت هاي الإمبولاي في الفس لقى الفسل عقدها وقعدت فيه رح تعمل عندي إنفاركشن لأنها رح تمنع عن لأنها رح تعمل عندي أكلوجن للبلود فيسل هذا شغلة بنسميها سيبتك إنفاركتس. ليش سيبتك؟ لأنها نتيجة السيبسز إنه صار عندي تلوث بكتيري بالدم تمام. وممكن تعمل عندي أنيوريزم. الأنيوريزم حكينا إنه بيصير البلود فيسل اوكلوجن في كلوت معينه او في اشي معين وبصير الطبقات اللي تحتيه ما يوصلوا لا غذاء ولا دم ولا اكسجين عفوا فبتضعف فبصير ايش رخو النسيج رخو وضعيف وبتمدد وشفنا الانيوريزم في المحاضره الماضيه resulting from bacterial infection ولانه سببها bacterial infection بنسميها mycotic aneurysm. mycotic يعني related للمايكرو اورجانيزم. اوكي طيب subacute endocarditis اللي حكينا موضوعه بسيط often have granulation tissue ليه لانه هو chronic بصير شوي شوي فرح يتكون عندي granulation tissue at their bases suggestion chronicity انه طول لعبين ما صار promoting development لا chronic inflammatory infiltrate. هلا هذا الgranulation tissue بيجذب عندي الinflammatory cells وبيعمل عندي inflammation أو inflammatory infiltrate وبيكون عندي fibrosis مع الوقت لأنه ما بصير عندي remodeling في هذا النسيج وبصير عندي calcification over the time. هاي الصور في عندي هنا subacute endocarditis نتيجة الستاف والصاب أكيد حكينا أغلبها إيش بتكون streptococcus viridans لأنها بتكون مش خطيرة وأريد الفالف بتكون متكسرة هذا الفالف صاير فيه ميكسيميتس فهو الفالف ضعيف تمام فأدى إنه الفيريدنس تعمل عندي صاب أكيد لقيت الفالف ضعيف فعملت عندي infection. لكن على الجهة الثانية رح نلاقي عندي الستاف أوريس عاملي عندي infection في bicuspid valve هذا البايكاسبت أورتيك فالف تمام عنده شو ورقتين هيو شايفين إنه ورقتين المفروض يكونوا ثلاث وهذول عاملات إنفيوجن فالأوريس عامل عندي إنفكشن هنا وبكون أكيوت مش سب أكيوت. هاي الكلينيكال فيتشر فيفر is the most consistent sign of infective endocarditis بكون عندهم فيفر. هلا سب أكيوت اللي حكينا بسيط disease particularly in older adults بيكون في الكبار نوعا ما fever may be absent يمكن ما يكون عندهم fever and the only manifestation may be non-specific fatigue, weightless, flu-like syndromes, splenomegaly also common subacute cases. يعني هاي الأشياء يعني fever بتكون أكتر إيش في الأكيوت سب أكيوت ما بيكون فيه بيكون فيه أشياء عامة نوعا ما مشتركة مع أكتر من disease flu-like لكن splenomegaly هي نوعا ما ممكن اعتبرها مش سبيسيفيك هي في اكثر من مرض بصير فيه سبلينوميجالي لكن هذا المرض هذا العرض مميز له تمام. على النقيض من ذلك الاكيوت بيصير عندي مانيفست رابيدلي ديفلوبينج للفيفر للتشيلز ويكنس والليستيود اللي هو زي تعب وممكن يصير عندي مارمرز في 90% للبيشنت ليفت سايد ليجن. اذا صار عندي الانفكتيف اندوكارديتس في الليفت سايد يعني في الميترال فالف في الاورتيك فالف ممكن يصير عندي مرمر. ان ذوز هو نوت تريتد بروموتلي اذا ما عالجتهم رح يصير عندي مايكرو امبولاي لا لأنه حكينا هي فرايابل ممكن يصير فيها رابتشر ويصير عندي ايش امبولاس تتحرك وهاي الامبولاس رح تعمل عندي بايت
بيتيكيا والنيل، هلا رح نشوفها، والنيل بيد سبلينتر هيموريج، وهلا رح اورجيكم صور هاي الاشياء. بيتيكيا هي زي بقع في الاطراف في الـ في الـ على الجلد، يا ربي على الجلد، هيك زي طفح. النيل بيد هيموريج هي بنسميها سبلينتر، زي نزيف تحت الاظافر بيكون لون الاظفر اسود. ريتينال هيموريج بيصير عندي هيموريج بالريتينا بنسميهم روث سبوتس. بيلس بالم اور سول اريثروميتاس ليجنز بنسميهم جين واي ليجن، اور بينفول فينجر تيب نوتيولز بنسميهم اوسلر نودز. ونحاول نفرق بيناتهم، الاوسلر بس في الفينجر تيب، يعني بس راح الاقيهم في في الايدين، بينما الجين واي ليجنز بتلاقيهم في السول والبالم. هاي بينلس، هاي بينفول. Diagnosis is confirmed by positive culture, blood culture and in echocardiographic findings. يعني هاي الأعراض أوكي بتساعدني، وهي specific للinfective endocarditis acute. لكن لازم أعمل confirmation للculture وcardiograph. The prognosis depends on the infecting organism حسب الفيرولنس تاعته. مثلا ستاف اوريس البروجنوسيس بيكون تاعها اسوأ من الفيردينس، والكومبليكيشن ايضا تعتمد على الكومبليكيشن تعتمد على الانفكتيف اورجانيزم. ادفيرس سيكويل جنرالي بينج وذين ذا فيرست ويك افتر اونست اوف ذا انفكتيوس بروسيس كان انكلود جلوميرولونفرايتس. هلا ممكن كمان از ا كونسيكونس بعد اسبوع من هذا الانفكشن يصير عندي جلوميرولونفرايتس. ليه؟ هلا انا هذا المرض infection بدي هاجمه بجهاز المناعة بالانتيبادي. هلا ممكن الانتيبادي والانتيجين تاع البكتيريا هذا يعملوا كومبلكس ويروح يترسبوا في اماكن كثيرة، وهذا كمان موجود في محاضرة المايكرو، ركز على الدكتور امين. بيترسبوا في اماكن كثيرة، اشهر مكان بيترسبوا فيه الجلوميرولس في الكدني، تمام؟ فبيعمل عندي جلوميرولونفرايتس اللي هي inflammation of the glomerulus، فبصير عندي مشاكل بالفلتريشن. ايش هاي المشاكل؟ هيماتوريا، ممكن الاقي بلاد باليورين، البومينوريا اللي هو بروتين بالدم، طبعا الالبومين والبروتين بشكل عام ممنوع الاقي بالفلتر، لازم يصير له ري ابزوربشن، لكن راح الاقي لانه صار عندي نيفرايتس. ورينال فيليا ممكن يؤدي لفشل كلوي، الله يعافينا. هاي البيتيكيا حكينا زي طفح على الجلد، وهاي النيل بيد سبلتر او الهيموريج، وهاي البيلس بالم اور اند سول اريثروميتس ليجنز هي زي هيك بقع، هاي بنسميها جينوي ليجن. الجينوي ليجنز على البوث البالم والسول، لكن الاوسلر نودز هي وطبعا بينلس ما بتوجع، لكن هاي بتكون بينفول الاوسلر نودز، وبتكون فقط على البالم على الفينجر تيبس. هاي الريتينا، هاي جبت لكم نورمال ريتينا عشان تشوفوا الفرق، انه هون صار في عندي هيموريج بالريتينا بنسميها روث سبوتس، لكن هاي الريتينا طبيعية، تمام؟ الاي اي جنرالي فيتال قاتل with appropriate lung treatment antibiotic therapy valve replacement mortality is reduced. يعني مع الانتيبايوتيك مع اني اعمل ريبليسمنت للفالف ممكن انه قللنا الوفيات. هلا الانفكشن لللو فيرولنس زي الستريبتوكوكس فيريدانس اللي اجتنا من الاورال والستريبتوكوكس بوفيز هذول بيصير بالسب اكيوت، الكيور 98% يعني مش خطيرات. لكن الانتيروكوكاي والستافيلوكوكس اوريس انفكشنز هذول اعلى الفيرولنس تاعتهم من البوفيز والفيردينس، الكيور 60-90%. لكن الانفكشنز للايروبيك جرام نيجاتيف بس اللي هاي نادر جدا ما تعمله، والفانجاي فيتاليتي ريت ابروكسيميتلي 50%، يعني في هو ريرلي انهم يعملوا، لكن في ما لو عملوا 50% الحالات بيموتوا. هاي الصورة الصراحة لازم تكون آخر المحاضرة لأنها مقارنة بين الريوماتيك هارت ديزيز. شوفوا كيف الريوماتيك هارت ديزيز حكينا الأنتيبودي بتهاجم الأنتيجين الموجودة بالمايوكاردياك، وما بس مش ديستركتيف. الأنتيبودي نان ديستركتيف، الإنفكتيف هي بس الديستركتيف، إنه بيكون في عندي إيش مايكرو أورجانيزم، فهي مش عاملة ديستركشن، هي بس إنه ديبوزيشن في هاي الأماكن. هاي الإنفكتيف إندوكارديتس، هاي الفيجيتيشن اللي بيكون فيها الإنفلاماتوري سيلز والمايكرو أورجانيزم اللي عمل إنفكشن. وفيجيتيشن وديستركشن عفوا عملت ديستركشن للفالف وممكن توصل للستركتشر اللي تحت الفالف. هاي النان بكتيريال اندوكاردايتس انه صار عندي مش انفكشن، صار عندي فيجيتيشن لكن ما في بكتيريا، فهي مش ديستركشن، ما عملت ديستركشن للتشو. هاي اخر شيء رح نحكي عنها ال LSE. شوفوا في اكثر من مكان بتصير وبصير عندي زي برولابس، تمام؟ خليني اخذ نفس، تعبت، تمام. هلا لنبلش بالنون سبيسيفيك نون انفكتيف
فيجيتيشنز نفس القبل، بس انه ايش الفيجيتيشنز رح يكون سببها مش بكتيريا. اللي كانت تعمل بكتيريا انه ديستركشن، لا لانه بتفرز توكسينز وهيك وهي فيريولنت يعني، فكانت تعمل ديستركشن للتشو. هلا هون بنان بكتيريا رح يكون سببها مش بكتيريا، فما حيكون عندي ديستركشن. فاسمها نون بكتيريال ثرومبوتيك اندوكاردايتس، معناته شو سببها؟ ثرومبس. بالتالي نون بكتيريال ثرومبوتيك اندوكاردايتس كاركترايز باي ذا ديبوزيشن اوف ستيرايل ثرومباي اون كارديك فالز تايبيكلي اندوس وذ اندرلاينج هايبر كواجولابل ستيت. يعني هذول الناس بتكون الكواجوليشن عندهم اعلى من غيرهم. زي مين؟ زي البريجننت، لا لانه الاستروجين بيكون عنده عالي. شوف سبحان الله الهرمونات إشي دقيق جدا. الاستروجين بالسفشنت اماونت من نورمال ليفل بيحمينا من الكواجوليشن والجلطات والانفاركشن والى اخره، لكن لما يزيد بالبريجننسي بيزيد احتماليه تكون الجلطات، اضافه لعوامل ثانيه يعني عند البريجننت بتزيد انه يصير عندها كواجوليشن. ولما في المينوبوز اللي عمرهم 65 سنه اللي بياخذوا الريبليسمنت ثيرابي الاستروجين، لا حول ولا قوة إلا بالله. المهم كنت بحكي إنه اللي في المينوبوز لما يأخذوا replacement therapy كمان بزيد عندهم الكواجوليشن. المهم هلا الناس هذول بيكون كواجوليشن عندهم عالي، فبتيجي sterile thrombi اللي هم بيكونوا جزء من الثرومبوسس بترسب على هذا الفالفز، فبيعمل إيش؟ ثرومبس بهذا المكان، بيعمل عندي vegetations. بس إيش vegetations هذا؟ ما رح نلاقي فيه inflammatory cells إلا حالات معينة، منها ممكن تتحول إنه non-infective لا infective. تمام؟ مين كمان عندهم هايبر كواجولابل ستيت؟ المالجنانسي. وفي سبيسيفيك ديزيز بتزيد فرصه حدوث الخفرات. المهم النون بكتيريال ثرومبوتيك اندوكاردايتس كان اوكر اذروايز هيلثي انديفيدجوالز، يعني ناس ما عندهم اي مشاكل صحيه. ا وايد فيريتي اوف ديزيز اسوشييتد وذ جنرال ابيليتي اور ويستينج ار اسوشييتد وذ ان انكريزد ريسك فور نون بكتيريال ثرومبوتيك اندوكاردايتس، هينس ذا الترنيت تيرم مارنيتيك مرانتك اندوكارديتس. هلا شو بحكي لنا؟ النون بكتيريال ثرومبو اندوكارديتس ممكن يصير في الناس الصحيين اللي ما عندهم اي مشاكل، تمام؟ لكن ممكن في عندي ديزيزز بتؤدي لحدوثها. هاي الديزيزز اللي بيكون فيها ديبيليتي او ويستينج، هذول الناس بيكونوا جسمهم ضعيف او بيصير عندي ويستنج، يعني زي هزال، شخص هزيل يعني. ليه؟ لانه بيكون البروتين كونتنت عندهم اقل، او بيكون عندي زي مثلا جلوميرولونيفرايتس بتؤدي للويستنج للبروتين، تمام؟ فلهيك بيكون سبب الاسم الثاني للنون انفكتيف فيجيتيشنز هي مارنتيك اندوكارديتس. مارنتيك معناها بروتين انرجي مال نيوتريشن، انه هذا الشخص ما عم ياخذ بروتين، سواء يمكن الدايت تاعه ما فيه بروتين، ممكن الميتابوليزم تاعت البروتين خربانه، او عنده ديفكت معينه بتؤدي انه جسمه يتخلص من البروتينات وما يستفيد منها، فبيعمل عندي نون انفكتيف فيجيتيشنز. لا لانه ما عنده بروتين، الجسم كله ضعيف، تمام؟ فممكن انها تكون اسوشييتد تو انكريز ريسك للنون انفكتيد فيجيتيشنز. اوكي، على الكونتراست الانفكتيف اندوكارد للانفكتيف اندوكارديتس الاسترايل فالفولار ليجن اوف ار نون ديستركتيف، زي ما حكيت لكم من البدايه انه الفيجيتيشن اللي بتصير من هاي النون انفكتيف هي نون ديستركتيف، يعني ما راح تدمر للتيشو اللي تحت الفالف، هي راح تكتفي بتدمير الفالف فقط، قله فرح. تمام، هلا الفيجيتيشنز ار تايبيكلي سمول، حجمها صغير 1 تو 5 ملم ان دايامتر. فالفولار دامج از نوت ا بريكويست، يعني مش شرط وما رح يصير اصلا لانه ما فيش بكتيريا. اللي بيعمل ديستركشن في الفيجيتيشن اللي في الانفكتيف اندوكارديتس انه وجود البكتيريا، هون ما عندي بكتيريا فما حيصير عندي ديستركشن. Indeed condition usually occurs in previously normal valves. لهيك هذا ال MBTE اكثر اشي بيصير عندي في النورمال فالفز، هناك كان يصير في النورمال والابنورمال. Rather, hypercoagulable states are the usual precursor than NBTE. Such conditions include chronic disseminated intravascular coagulation, hyperestrogenic state, and those associated with underlying malignancy, particularly mucinous adenocarcinomas. يعني مش بس إنه hypercoagulable state بتزيد فرصة NBTE، لا في أشياء تانية زي disseminated intravascular coagulation. هون الناس بتكون coagulation عالي في كل blood vessels، في كل الجسم مش بس بال، فممكن إنه جزء منها ينتقل thrombus تتكون في الفالف، أو embolite يجوا وتعمل
thrombosis على الفالف. الناس اللي عندهم هايبر استروجينيك ستيت زي الحوامل او ممكن انه هي عندها خربطه هرمونات هاي الفيميل فالاستروجين عندها عالي. واندرلاينج مالجنسي بعض انواع السرطانات وخاصه الميوسينس ادينوكارسينوما. هلا الاندوكارديال تروما ممكن يصير عندي تروما في الاندوكارديال لاير. هلا اكيد انا ما راح اضربها بوكس بس ايش انه بصير عندي اشياء بتخرب عند الاندوكارديال بتضربها انه بتضرها يعني زي ايش زي الاندولين كاثيتر اللي هي القسطره اللي بتضلها جوا الجسم هاي يعني انه بركبوها بالقلب وبتضلها ما بتطلع. also as well recognized predisposing condition. فال الاندولين كاثيتر هي ايضا ممكن تعمل عندي نون انفكتيف بكتيريا نون انفكتيف ثرومبوتيك اندوكارديتس وبتعمل كمان انفكتيف يعني عن نوعين ما شاء الله شغاله اذا دخل معها بكتيريا. NBTE lesions can become clinically significant by giving rise to emboli that can cause infarct in brain, heart and other organs. هلا متى خطورتها بتظهر؟ هلا هي عباره عن خثره ثرومبس عملت عندي فيجيتيشن في الفالف. هلا هاي الثرومبس زي اي ثرومبس ممكن يصير فيها ربتشر يطلع منها امبولاي تمشي في الدم تروح على البرين تعمل لي اوكلوجن للبلد فيسل الموجوده في البرين تعمل عندي ستروك في الهارت للكورونري ارتي تعمل عندي انفاركشن والاذر اورجانز يعني في اي مكان اي بلد فيسل رح تلاقي تعمل اوكلوجن رح يصير عندي انفاركشن في العضو اللي بيغذيه هذا الفيسل. also can severe as potential needles for bacterial colonization and the consequent development of infective endocarditis. هذا المكان اللي صار فيه thrombus vegetation هو زي عش مناسب لنمو البكتيريا. شوفوا اي مكان فيه بليتلت اي مكان فيه thrombus اي مكان فيه امبولاي اي مكان فيه stasis ركود في الدم اي مكان فيه مشكلة في الجسم هو attract للبكتيريا. ففي هاي الحالة هذا الليجن اللي صار بسببها بالvegetation ممكن يجذب عندي بكتيريا تيجي تلزق على هاي البليتلت اللي عملت للthrombus وتتحول من نون انفكتيف لا انفكتيف اندوكارديتس. تمام فهاي عندي صوره النون انفكتيف الليجن. شوفوا كيف هي مش عامله ديستركشن للاندرلاين مش داخله لجوه هي بس على طرف الفالف. تمام وهذا صوره مش عارف اذا شوفوا بتيجي هاي الثرومبس او بلاد كلوت للناس اللي عندهم مشكله ادت انه الكواجوليشن عندهم عالي فبتيجي هون على الاندوثيل تاعت الفالف وبتلزق وبتصير عندي التلزيق للأشياء الثانية وبتكون عندي الفيجيتيشن. تمام بصير عندي انجوري نتيجة هذا الثرومبس فبتتفاقم المشكلة وبيجي الفايبرين والبليتلت وإلى آخره هاي نون بكتيريا. لكن فيما بعد هذا الإشي بيؤدي إنه المكان هذا يكون هايلي أتراكشن للبكتيريا بتيجي بتلزق بتتحول من نون انفكتيف لا انفكتيف اندوكارديتس. تمام اوكي هاي الصوره حطيتها مشان انه تشوف الفرق بين الانفكتيف والنون انفكتيف. هلا هاي ايش هاي بكتيريا الادهيجن او هون صار عندي بكتيريا هون قبل ما يصير عندي بكتيريا هون في عندي الاندوثيليوم اللي هو اللايننج الفايبروزا والسبونجيوزا والفنتريكولاريس هذول طبقات مين الفالف. تمام حكينا بصير عندي الفايبروزا بتقل لانه هي فيها الكولاجين فبصير عندي ديمنش وهون سبونجيوزا اللي فيها الاشياء الثانيه الجلايكينز بتزيد هذا وين في الميكسوميتس ديجنريتيف ديزيز. تمام فهون اجى عندي شيء معين عمل عندي انجوري في الاندوثيليال فصار عندي اندوثيليال ديستربشن فهذا الشيء راح يكون عندي ايش ثرومبس او البليتلت رح تيجي تلزق عشان ايش تغطي الجرح اللي صار فبصير عندي اول شيء بليتلت وفايبرنت ديبوزيشن لما تكبر بتعمل عندي فيجيتيشن. هلا مع الوقت ممكن تتحول لسكار او فايبرس او شيء لكن ممكن كمان تيجي بكتيريا تعمل عندي انفكشن لنفس الفيجيتيشن اللي عملته البليتلت وتحول لي اياه ل انفكتيف اندوكارديتس فانا صار عندي انفيزيف. لا شوفوا هون invasive فكان عندي destruction هون لما كانت انه بس platelet وفايبر ما كان عندي destruction هي بس انه عملت occlusion او thrombus تكونت thrombus وعملت vegetation لكن هي ما دخلت على اللاير الثاني عملت destruction لكن هون البكتيريا صار عندي destruction للunderlying layer. تمام اشوف خلصناها خلصت بسرعة. المهم هذا اخر اشي رح نحكي عنه في محاضرة اليوم LSE endocarditis systemic in lupus erythematosus اللي بنسميها Lippmann Sachs endocarditis. هلا في عندي سيندروم بنسميها او مش سيندروم
هي systemic disease بيأثر على كل systems بنسميه lupus systemic lupus erythematosus أو الأسل إيه. هو عبارة عن autoimmune disease، جهاز المناعة بنهبل بكون أنتيجين بتهاجم بكون أنتيبادي عفوا بتهاجم كل أنتيجين تاعات الجسم tissues mainly الكونكتيف تيشو وبتعمل عندنا فأي مكان رح يكون رح يهاجم هذا الأنتيجين رح يعمل عندي إيش inflammation. فبتلاقي الناس هذول اللي عندهم أسل إيه عندهم would spread inflammation في كل جسمهم. طب الانفلاميشن إيش رح يعمل؟ رح يعمل عندي مشاكل. جزء من هاي الألس إيه ممكن يأثر على الفالف ويعمل عندي مشكلة. تمام؟ سو هاي لأنها جزء من مشكلة سميناها endocarditis and systemic lupus erythematosus، يعني هي جزء من disease، جزء من systemic lupus erythematosus characterized by presence of sterile vegetation on the valves of patient with systemic lupus erythematosus. إذن الأسل إيه لأنه بيكون عندي antibody بتهاجم الانتيجنز فممكن تروح تهاجم الاندوثيليال سيلز بتعمل عندي injury بالفالف فيجي إيش بليتت عشان تلزق هذا الانجوري فبتصير البليتت تلزق فوق هاي الفالف وتعمل عندي thrombus. occurs about 10% of patients with SLE. مشكلة SLE إنهم إيش ما بنحذر عليهم، كل واحد بيجيني بالمشكلة ظاهرة بسيستميك أكثر من الثاني. 10% منهم ممكن يكون عندي endocarditis لكن إيش non-infective إلا فيما بعد صار عندي bacterial infection بعد non-bacterial infection. تمام؟ the lesions probably develop as a consequence of immune complex deposition and thus exhibit associated inflammation. حكينا انه جهاز المناعه بيكون انتيبادي ضد الجسم، بتيجي هاي الانتيبادي بتشبك بالانتيجين بتعمل عندي انتيبادي كومبلكس انتيبادي انتيجين كومبلكس عفوا بصير تعمل ديبوزيشن فوق الفالف. فهاي البليت سبحان الله لانها فيها قدره على التلزيق وما تلاقي مكان قابل انها تلزق فيه بتلزق فبتروح بتلزق فوقيهم. لما يصير البليتلت وتحفز والنتيجة الديبوزيشن للكومبلكس والاكتيفيشن للبليتلت هذا الاشي بيحفز الاندوثيليال سيلز انها تفرز ايش الانفلاماتوري ميدياتورز فبتروح بتعمل اتراكشن للانفلاماتوري سيلز للنيتروفيلز للماكروفاجز وتصير عندي معركة وبصير واكيد البليتلت بتجيب معها ايش الفيبرينويد او الفايبرين often with fibrin necrosis of the valve adjacent للفيجيتيشن. هلا الفيجيتيشن مين عمله؟ الكومبلكس الانتيبادي الانتيبادي انتيجين كومبلكس والبليتلت. جنب الفيجيتيشن رح يصير عندي نيكروسيس نتيجة إيش الفايبرين. هلا السبسيكوينت فايبروسيس and serious deformity can result in lesions that resemble chronic rheumatic heart disease. هلا نتيجة الفيجيتيشن والبليتلت وهاي الخبيصة هاي كلياتها فيما بعد إحنا عارفين إنه الأشياء بالهارت الجروح والليجنز لما يصير لها healing إيش تتحول لسكار أو fibrous. فهاي الvegetation راح تتحول إيش لfibrosis. بالتالي fibrosis يعني التيشو خلص انتهى عمره مش راح يرجع يشتغل زي الأول. فالvalve إيش بصير فيها deformity بتتشوه serious deformity صار فيها تشوه وإذا كان جزء كبير منها بنفقد الvalve ونضطر نعمل replacement. so this طبعا هاي الأعراض بتشبه عندنا مين chronic rheumatic heart disease لأنه زي ما أخذنا بالrheumatic heart disease هو أيضا كان انتيبادي بتهاجم الانتيجين لكن اللي بيفرق انه هون الانتيبادي سبيسيفيك للانتيجين الموجوده هون بالكارديك مسل لكن الاسل اي هي قادره انها تهاجم اي انتيجين في الجسم. فالاعراض نوعا ما متشابهه انه بصير عندي سيريس ديفورميتي للفالف. This can occur anywhere on the valve surface في الكوردز or even in the arterial or ventricular endocardium. يعني هاي الليجنز او الانتوكارديتس نتيجة الاسل اي ممكن او الفيجيتيشن يعني ممكن يكون على الفالف سيرفيس على الكاسب اتسيلف او على الكوردز اللي حاملات الي الفالف او حتى على الوال اللي شابكات فيه اللي هم السبورتينج ستركتشر الارتيريال والفنتريكولار اندوكارديوم اللي مغطيات عند الفالف. هلا هذا هو الانتوكارديتس نتيجة الاسل اي. بتيجي الانتيبادي بتهاجم عندي الانتيجين تشبك فيهم بتعمل عندي كومبلكس بتروح بتعمل ايش ديبوزيشن فوق الفالف على السيرفيس على الكوردز على الاندوكارديوم تاع الاتريال والفنتريكل الموجودات فيه. بتجي البلاتلت بتجيب معها الفايبرين بلزقوا فيهم تيجي بيعملوا ايش فيجيتايد فيجيتيشن. تيجي الاندوثيليوم تفرز الميدياتورز بيجيبوا عندي ايش خلايا الانفلاميشن بصير عندي انفلاميشن مع الثرومبس مع الهيلينج مع الخبيصة كلها اللي صارت بصير عندي fibrous tissue. fibrous tissue يعني خلص ميت ما رح يشتغل فبصير عندي deformity لا الفالف ببطل يشتغل. تمام؟ وهاي الأشياء مشابهة للكرونيك rheumatic disease. هلا هون بيحكي لي إنه هاي الليجن كمان ممكن أشوفها في
سيندروم تانيات بنسميها انتي فوسفوليبيد انتي بودي سيندروم. هذا جهاز المناعه بنهبل وبيسوي انتي بودي ضد الفوسفوليبيد. ويا حبيبي على الفوسفوليبيد الموجوده في البيزمنت ممبرين وفي كل مكان، فنفس الشيء يعني كلهم هاي اختلالات جهاز المناعه. صراحه الدكتوره مش حاطه ديتيلز، فانا نوعا ما حاولت اتقيد بالسلايد، غير عن اني انا طالب زي زيكم مش بروفيسوره، ما معي دكتوراه، بضطر يعني انا بدرس المحاضره عشان اقدر اشرحها لكم، وانا مش نيرد ولا قطاعه ومعلوماتي على قدي، فجد بتغلب يعني اليوم هاي المحاضره خاصه اليوم اللي بجهز فيها. لهيك اولا باخذ معي وقت، ثانيا بعيد الشغله اكثر من مره عشان اثبتها عندكم، تمام، ثالثا انا بشرح بالطريقه اللي انا بحب تنشرح لي، يعني احنا الطلاب خاصه اني بعرف انه جزء كبير منا عنده شغف في العلم ودائما واحنا بندرس طب ليش ليش ليش، تمام، مع انه يمكن الدكتور مش طالبني منها، بس خلص انه انا عندي فضول، فهذا الاشي بوقفنا دائما احنا بندرس، فبحاول انه هاي الغموض والاسئله انها ما تكون موجوده عندكم. وغير على انه شوي في تعسير في امور حياتي يعني، فانا بتحدى الظروف عشان انزلكم المحاضره، وغير عن اني مزنوقه زي اي طالب حاليا بالسي في اس، فدعواتكم ودعواتكم للدكتور شريف ولزوجته الله يشفيها ويعافيها، يا رب تيسر عليه كل عسير وتسهل له كل صعب، يعني عقد ما هو مريحنا يريحه، تمام. يعني دكتور شريف صراحه دكتور محبوب ودكتور بجنن ودكتور دائما يعني علسانه انتم اغلى ما نملك، هاي لحالها كفيله انه ندعي له بكل وقت. ما بنعرف مين منا قاعد بسمع المحاضره هلا وبيدعي، يمكن تكون ساعة استجابة، ما بنعرف مين فينا أقرب لربنا من الثاني وبيدعي لنا، والدكتور طلبها منا، يعني هذا الإشي كان رجاء أكثر ما إنه طلب. وأنتوا بتدرسوا اذكروا بدعائكم، يا رب تسهلها له، يا رب تفرج همه، يا رب تيسر أموره يعني. ولا تنسوا إنه في ملك عليا حوالينا بيحكولنا ولك بالمثل يعني. فشكرا لحسن استماعكم، اسف على الاطاله، سامحوني وبالتوفيق. وهذا السلايد حطيته مشان تشوفوا كيف الفاجيتيشن بيفرق بالريوماتيك فيفر، الانتي بودي كيف تعمل ديبريشن على ديبوزيشن على الفالف، وهنا بالليبمان ساكس هي نفسها الاسل اي انتوكاردايتس، وهنا لما تعمل البكتيريا تشوفوا انه بتكون ايش ديستركتيف، بتكسر التيشو اللي تحت، وهنا المارنتيك الفيجيتيشنز اللي هي نفسها النون بكتيريا ثرومبوتيك امبوليزم او اندوكاردايتس يعني. و thank you، يعطيكم العافية.